الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الحد، آخر حلقة في الشهر 31 يوليو. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. يعني الحقيقة أنا مدركة تماما أن احنا بقالنا فترة بنتكلم مع حضراتكم عن قضية تغير المناخ وأهمية هذه القضية والتأثيرات السلبية لهذه القضية. ده يعني بسبب أن احنا بنحاول نوضح لحضراتكم مدى أهمية هذه القضية ومدى خطورة هذه القضية. فدلوقتي بعد بقالنا فترة زي ما قلت لحضراتكم بنتكلم في الموضوع ده، بقت حاجة غريبة شوية لما نعرف أنه لسه في ناس مش مهتمة بقضية التغيرات المناخية، أو شايفة أنه موضوع ثانوي، أو حتى مش مدركة أبعاده وخطورته على الكوكب كله. مفيش دولة بعيدة عن التأثير السلبي للتغيرات المناخية، ويمكن أزمة كورونا يعني وضحت لنا شوية أنه يعني إيه فعلاً معنى كلمة أنه مفيش دولة بعيدة عن خطر. في بعض الأخطار بتطال العالم كله، منها قضية المناخ. خلينا نبص بقى للأمثلة الحية اللي بتحصل حوالينا دلوقتي، سواء في المنطقة العربية أو في أوروبا حتى في آسيا. بقالنا كام يوم بنسمع وبنتابع أخبار عن حرائق غابات في شمال لبنان، في المغرب، ده غير الفيضانات اللي قتلت 8 أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، كمان فيضانات في باكستان دمرت 6500 بيت. دي مجرد أمثلة وعناوين موجودة دلوقتي قدامنا. فأعتقد يا عبد الصمد إحنا بالفعل محتاجين إن إحنا نقف قدام نفسنا ونعرف إنه الكوكب بدأ يكشر عن أنيابه حقيقي. ده حقيقي، ويمكن عجبني قوي المثال اللي أنت ضربتيه من شوية بأزمة كورونا، لأن أزمة كورونا كانت كاشفة للجميع في إن التغيرات المناخية اللي بتحصل قد إيه هي مضرة بالبيئة. وشفنا يمكن بداية التحام إلى حد ما ثقب الأوزون في فترة كورونا، لأن ما كانش فيه إنتاج بالشكل المكثف اللي كان موجود، فبالتالي تم تقليل الانبعاثات الكربونية، فبالتالي أصبح الطقس حتى والجو صحي بشكل أكبر. تعالوا نتابع مثلا التغيرات اللي بتحصل في درجات الحرارة والطقس في أوروبا. بقى حاجة غريبة غريبة فعلا الأجواء اللي موجودة في أوروبا، يمكن أوروبا اللي معروفة ببرودة الطقس فيها، أوروبا من أيام قليلة كانت بتعاني من موجة حر شديدة. في إسبانيا وصلت في إسبانيا تحديدا درجات الحرارة ل 44 درجة، وفرنسا كانت 40 درجة. المعدلات دي ما ظهرتش في أوروبا من 80 سنة تقريبا، علشان كده بقى طبيعي إن احنا بنسمع عن حرائق في الغابات، ذوبان في الجليد، وحرارة مرتفعة في أوروبا، اللي زي ما بنقول يعني كان أي حد عاوز يستمتع ببرودة الطقس كان لازم يروح أوروبا أول مقصد ليه لو بيتكلم في جو في إلى حد ما طقس بارد أو شديد البرودة. كمان النهاردة في حرائق في الغابات، أصبحت درجات الحرارة مرتفعة تخطت 40 درجة، حاجات كتيرة جدا. يمكن علشان كده انتبه العالم للقضية دي تحديدا، وأصبحت من أهم الموضوعات اللي مطروحة على الساحة، مش بس الإقليمية جمانة، الساحة الدولية ككل، لأن ما فيش حد بقى خارج دائرة التأثير والتأثر بسبب التغيرات المناخية. في القضية دي كنا بنشوفها دايما على أجندات المنتديات والقمم الدولية، لكن ما كناش بنشوف نقاش حقيقي يدور حولها. لكن دلوقتي العالم كله تأكد أن هذه القضية مش قضية رفاهية ولا قضية ثانوية زي ما قلنا لحضراتكم، وفي بالفعل استعدادات وأجندات دولية للتعامل مع هذه القضية.
ده لو نتكلم على الصعيد العالمي، لكن بالنسبة لمصر احنا بنشوف استعدادات كبيرة جدا بتحصل بسبب تنظيم القمة العالمية للمناخ COP27 واللي هتتعمل في شهر نوفمبر اللي جاي في مصر في شرم الشيخ تحديدا. تقريبا ما فيش أسبوع بيعدي غير لما يكون في اجتماع لرئيس الحكومة لمناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر، لأنه ما فيش شك إن هذا الحدث البيئي هو الحدث الأبرز عالميا، واللي بتزيد أهميته بشكل كبير جدا مع تزايد التحديات والمخاطر المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي اللي بيعتبر بالفعل تهديد وجودي لكوكب الأرض، ويجب أن ندرك هذه النقطة الحقيقة عبد الصمد. ده غير أن احنا طبعا تابعنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث عن فكرة الحشد الدولي والحضور الدولي اللي لازم يكون متواجد بشكل كبير جدا في COP27 والتمويل، وأيضا فكرة تحمل الدول الصناعية الكبرى لأثار التغير المناخي اللي انعكست على أفريقيا. صحيح، ويمكن زي ما انت قلت كان حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود في بطرسبورغ أثناء قمة المناخ اللي تيجي تأهيلا أو تأهبا واستعدادا للدولة اللي بتستضيف مؤتمر المناخ COP27. وهنا هنتكلم على المؤتمر ده تحديدا لأنه هو بيعتبر فرصة. استضافة مصر COP27 هو فرصة، وفرصة كبيرة قوي لوضع خريطة طريق لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية، ويمكن الظروف دلوقتي بتسمح ومهيئة لأن الكل يشارك بفعالية، لأن يمكن في النسخة اللي فاتت شفنا مخرجات خرجت من المؤتمر في COP26 ما كانتش يعني ملزمة للدول. يمكن السبب الرئيسي في ده، يعني ده اجتهاد شخصي مني، لكن أنا شايف السبب الرئيسي في ده هو فكرة إن ما كانش في التغيرات المناخية الملموسة بالشكل يعني الذي يرى رؤى العين ونقدر اللي احنا نحس بيه زي اللي بيحصل اليومين دول. وده بيعتبر عشان كده COP27 هو فرصة لأنه بيجمع حوالي 30,000 مشارك من 196 دولة حوالين العالم. علشان كده الاستعدادات بتتم في مصر على أعلى مستوى بشكل بيليق بالدولة المصرية وبدورها الكبير في قضية المناخ، لأن التغير المناخي مش بس متعلق بالطقس ولا الحرارة ولا الطقس الشديد الحر شديد الحرارة أو البرودة الشديدة، لأن كمان متعلق بالأمن الغذائي والأمن المائي، لأن ليه انعكاسات، لأن ارتفاع درجات الحرارة بتؤدي إلى تبخر المياه فبالتالي بيؤدي إلى جفاف، ارتفاع درجات الحرارة بتنعكس على المحاصيل الزراعية فبالتالي بيتلف جزء كبير من المحصولات اللي مزروعة في الأراضي الزراعية، فليه انعكاس مباشر على أشياء متعددة في الحياة وفي استهلاكنا اليومي. علشان كده أصبح لابد أن نتكاتف جميعا من أجل مواجهة هذه الظاهرة، وعلشان ما يبقاش في تداعيات أكبر وأكبر. علشان كده التغيير عمره ما هيبدأ من دولة فقط، التغيير بيبدأ من شعب، بيبدأ من رجال أعمال أصحاب مصانع عندهم وعي وإدراك ومسؤولية حقيقية، بيتكاتفوا سويا عشان خاطر ينقذوا العالم وينقذوا البشرية من التغيرات المناخية. إن شاء الله يومكم جميل، بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر. وقبل ما نبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، خلينا نروح لدينا عشان تعرفنا على آخر أخبار الطقس، العملات وأسعار الذهب. دينا صباح الخير عليك. صباح الخير يا شمالنا. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير والسعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. يعني طمنينا على الطقس يا دينا. أكيد درجات الحرارة مرتفعة وإن نسبة الرطوبة كمان مرتفعة، فإحنا ده اللي بيحسسنا بحرارة الجو. خلوني أصبح على حضراتكم مرة تانية ونتابع معاكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة. هنبدأ من الدولار الأمريكي وسعر البيع 18.96 جنيه، وسعر الشراء 18.88 جنيه. اليورو 19.20 جنيه للبيع، 19.11 جنيه للشراء. جنيه الاسترليني 22.97 جنيه للبيع، 22.87 جنيه للشراء. الفرنك السويسري 19.70 جنيه للبيع، 19.61 جنيه للشراء. بالنسبة كمان لليوان الصيني 2.81 جنيه للبيع، 2.79 جنيه للشراء. ريال سعودي 5.05 جنيه للبيع، 5.20 جنيه للشراء. دينار كويتي 61.79 جنيه للبيع، و61.45 جنيه للشراء. وأخيرا الدرهم الإماراتي 5.16 جنيه للبيع، و5.14 جنيه للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 870 جنيه، عيار 21 سجل 1015 جنيه، عيار 24 1160 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 8120 جنيه.
بالنسبة بقى لحالة الجو النهاردة، هناخد معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كان في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القنا ووسط سيناء. وفي ساعات النهار هيكون في نسب رطوبة عالية، وده هتزود الإحساس بحرارة الجو عن المتوقع بحوالي درجتين إلى 3 درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في الأسكندرية 32 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. صباح على حضراتكم مرة تانية، وزي ما احنا متعودين بنبدأ دايما أول فقراتنا في صباح الخير يا مصر بفقرة الأخبار. أول خبر معانا هو خاص بعقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح لاجتماع مهم. الاجتماع ده تابع فيه عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية، واستعرض السيد الرئيس خلال هذا اللقاء وتابع المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان في برج العرب، واللي بيتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال. كمان خلال الاجتماع وجه سيادة الرئيس بتعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، والسيد بشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة المتخصص في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصة ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج، والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح 40,000 متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية 12,000 طن من الأجبان سنويا. وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان، خاصة تلك التي يتم استيرادها حاليا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلية، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، كذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية. كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية، والحفاظ على مخزون استراتيجي من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد. أيضا عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أمس جلسته الثالثة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، واللي شهدت مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي. انتهى المجلس إلى التوافق على 5 قضايا رئيسية في المحور المجتمعي، هي التعليم، الصحة، القضايا السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، وأيضا الثقافة والهوية الوطنية. وتم تشكيل 5 لجان فرعية لهذه القضايا. كمان قرر مجلس الأمناء أنه مستمر في الانعقاد وهيستكمل جدول أعماله يوم الأربعاء اللي جاي عشان يناقش ويحدد قضايا المحور الاقتصادي. كمان عندنا امبارح حصل مجموعة من الأخبار المهمة، أبرز هذه الأخبار نفي الحكومة فرض رسوم إضافية على المواطنين اللي بيستخدموا كارت ميزة في سداد الخدمات الحكومية، ده غير ان كمان كان في كشف أثري مهم في أبو صير في البدرشين، والكشف ده عبارة عن بقايا مبنى من الطوب اللبن
موجود تحت أحد المعابد الأثرية، والدراسات المبدئية بتقول إن الكشف ده ممكن يكون أحد معابد الشمس الأربعة المفقودة من الأسرة الخمسة. تعالوا نتابع التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها تأكيد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين في حال استخدام كارت ميزة لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً. المركز قال إنه المواطن بيسدد من خلال الكارت تكلفة الخدمة الحكومية فقط دون أي رسوم إضافية، وإنه الدولة هي اللي بتتحمل الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل. امبارح أعلنت مؤسسة المدارس الدولية اللي بتدير المدارس الرسمية الدولية الحكومية انضمام 4 فروع للمدارس الدولية، وهم فرع المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية والنوبرية والمؤطم والتجمع الخامس. وقالت المؤسسة إنه تم فتح باب التقديم والتحويلات بالمراحل المختلفة بالفروع الجديدة. امبارح برضو كشفت البعثة الأثرية الإيطالية البولندية المشتركة والعاملة بمعبد الملك نيويس الرع بأبو غراب شمال أبو صير عن بقايا مبنى من الطوب اللبن أسفل المعبد. الدراسات المبدئية بتقول إن الكشف ده ربما يكون أحد معابد الشمس الأربعة المفقودة من الأسرة الخمسة. كمان امبارح نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في تجديد اعتماد شهادة الايزو من الشركة العالمية المانحة DNV، وده للعام الثاني على التوالي بعد اجتياز الشركة لجميع المراجعات والتدقيق الخاص بتطبيق كافة الإجراءات ومتطلبات شهادة الايزو القياسية الدولية. نروح مع حضراتكم لوزارة الداخلية، واللي نشرت فيديو امبارح بيوضح الجهود اللي قامت بها أجهزة الوزارة وأهم القضايا اللي تم ضبطها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2925 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 19 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 358961 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10078 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 971 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 5 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقمح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 32 طن أقماح، وكذلك ضبط 4252 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 24 طن. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2524 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 261 طن. كما تم ضبط 111 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 107 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 767362 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 306864 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3954 من قائدي المركبات
تبين إيجابية عدد 175 سائقا منهم، كما تم المرور على 63 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 227 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 227 مركبة وتبين مخالفة 16 منها، كما تم رفع 339 سيارة و29 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8678 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1351 مخالفة للأجهزة الصوتية وضبط 1752 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3309 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3833 مخالفة ملصقات وضبط 42 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 524 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 95,234 قضية ومخالفة لشروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 80,378,975 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 273 قضية، من بينها 147 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 136 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 35 قضية بقيمة مالية بلغت 101,347,706 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1516 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,761,000,000 مليون جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2,103,024 جنيها. ونروح لجولة أخبار المحافظات اللي معنا فيها مجموعة متنوعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات الجمهورية المختلفة. أبرز هذه الأخبار: الانتهاء من إصلاح ورفع كفاءة طريق راس غارب الزعفرانة وبدء التشغيل التجريبي لفرع مكتبة مصر العامة في أسيوط. ومن أسيوط نروح للغربية وخبر متعلق بفحص 2094 سيدة، ده ضمن مبادرة السيد الرئيس لدعم صحة المرأة في محافظة الغربية. أخبار تانية تعالوا نتابعها من خلال التقرير التالي. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح، البداية من محافظة البحر الأحمر اللي أعلن فيها حامد أحمد حامد رئيس مدينة راس غارب إنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح ورفع كفاءة طريق راس غارب الزعفرانة في الاتجاهين، والانتهاء من أعمال على جانبي الطريق، وده حفاظاً على حياة المواطنين وسلامة الطريق والممتلكات العامة والخاصة. في المنوفية كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على المساهمة ب 500 كرسي كهربائي متحرك لذوي الهمم، وده علشان زيادة الطلبات المقدمة لمحافظة المنوفية للحصول على كراسي متحركة.
امبارح أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمعدلات التنفيذ في أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع واللي بيجري تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة، وقال إن ري أسيوط احتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في معدلات الإنجاز اليومية بالمشروع. كمان قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إعطاء مهلة أخيرة لمدة شهرين لأصحاب المباني المخالفة لاستكمال المستندات المطلوبة للتصالح، وقال إنه في حالة عدم الاستجابة من المواطنين في القيام بإنهاء الإجراءات مش هيكون ليهم الحق في استكمال أعمال التصالح، وبناء عليه هيتم رفض جميع الملفات اللي لم يلتزم أصحابها. في بني سويف نظمت مديرية الشباب والرياضة مهرجان لفرق الجوالة والجوالات بمقر المعسكر القومي للشباب، المهرجان شارك فيه 12 مركز شباب. في إنا تم الإعلان عن وصول 1787 بطاقة فيزا كارت لمستحقي مساعدات تكافل وكرامة على مستوى المحافظة خلال شهر يوليو الجاري، وده في إطار دعم محدود الدخل والأسر الأولى بالرعاية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي ليهم ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بما يساهم في توفير حياة كريمة ليهم. في أسيوط تم الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لفرع مكتبة مصر العامة بمدينة أسيوط واستقبال المواطنين للاستفادة من جميع خدمات المكتبة، واللي بتعتبر مركز تنويري ضخم لأنها بتضم أحدث الإصدارات من الكتب والموسوعات في كل المجالات العلمية والأدبية. في شمال سيناء استقبل مستشفى بئر العبد 17 طبيب من 4 جامعات مصرية لتقديم خدمات إجراء الفحوصات والكشف وتقديم الاستشارات وإجراء العمليات لأهالي قرى مركز ومدينة بئر العبد بالمجان، وده ضمن بروتوكول مستشفى بئر العبد مع جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة لتقديم الخدمات الصحية بالمستشفى. في الغربية تم الإعلان عن فحص 2094 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وده من بداية الحملة في شهر يونيو 2022. المبادرة بتستهدف الفحص والتوعية للسيدات مجاناً بداية من سن 18 سنة. أما بالنسبة للأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، فالنهاردة طلاب الدبلومات الفنية هيمتحنوا إنجليزي دور تاني، وهيتم أيضا افتتاح كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة في الولايات المتحدة بمشاركة المنتخب المصري. كمان النهاردة في 3 مباريات مهمة في الدوري المصري، خلينا نتابع معاكم هذا التقرير ونرجع على طول. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التعليم هتعقد امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنين دور تاني لمدة 2.5 ساعة. النهاردة هتنطلق بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة بمدينة ديترويت الأمريكية، واللي هتستمر لحد 6 أغسطس اللي جاي، وهيشارك فيها منتخب مصر. ووصلت بعثة الأولمبياد الخاص المصري لمدينة ديترويت الأمريكية امبارح، وكان في استقبالها الدكتور شريف الفولي مدير الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 28 من عمر المسابقة. هيلتقي سيراميكا كيلوباترا مع إسترن كامبني الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت بيلتقي غزل المحلة مع سموحة، والساعة 9 بالليل هيلتقي طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري. دلوقتي مشاهدينا نطلع لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا والكلام في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، هيكون كمان شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بالليل هيكون مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، كمان هتنشط الرياح على بعض المناطق وده هيقلل إحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. حابين نطمن مع حضرتك عن أحوال الطقس خلال النهاردة والكام يوم الجايين، وكمان هل هيكون في أي ظواهر جوية هيتم رصدها من جانبكم يعني ممكن تحصل خلال اليومين الجايين؟
بالفعل يمكن احنا اليوم هيكون في انخفاض طفيف جدا في درجات الحراره بحوالي درجه عن الامس، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 35 درجه مئويه، فانخفاض درجه عن الامس. لكن طبعا احنا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط، فبتبقى محمله بكميات كبيره من بخار الميه، يعني ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، وده اللي هيجعل درجه الحراره المحسوسه اللي هنحسها توصل ل 37 و38 درجة مئوية. لكن احنا بنتحول من الأجواء الشديدة الحرارة الرطبة بالأمس إلى اليوم أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا سواحلنا الشمالية. هتظل الأجواء شديدة الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خاصة كمان إن احنا مع فترات المساء ودخول ساعات الليل هيكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. ده هيساعد على عدم بنسب الرطوبة ويخلينا نحس بالأجواء المعتدلة تماما فترات المساء، ويساعد طبعا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء خلال فترات الليل هتكون أجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية، نشاط رياح هيخلينا نحس بنسب رطوبة أقل كمان خلال فترات الليل. بالإضافة كمان نشاط رياح ده هيؤدي لارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط، وخاصة في المناطق الموجودة عند مطروح والعالمين والإسكندرية، وده هيؤدي طبعا لخطورة على السادة المصيفين، فاحنا بنحذر السادة المصيفين من ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط اللي هيوصل لـ2 متر، وكل ما تعمقت داخل البحر المتوسط كل ما ارتفاع الامواج كان اعلى من الاثنين متر. بالاضافه كمان ان احنا ما زالت الشبوره المائيه لسه، كنت هسال حضرتك عن الشبوره لانها فعلا من ساعات قبل الفجر كانت بتبقى قويه جدا على الطرق السريعه والزراعيه. بالظبط، هي الظاهره المؤثره خلال الايام القادمه، يمكن كمان كانت ظاهره اليوم تكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، سواحلنا الشماليه، مدن القناه، محافظات الوجه البحري، وبتؤدي بالفعل الانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق دايما مع تكونها في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس يعني تقريبا على الساعه 6 صباحا. وان شاء الله متوسط درجات الحراره خلال هذا الاسبوع هيتراوح على القاهره الكبرى ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. دلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحراره بالتفصيل، والنهارده هنبدا طبعا من القاهره العظمى 35، الصغرى 24، اسكندريه 32 24، مطروح 32 23، سيوه 37 23، بورسعيد 33 25، دمياط 32 25، الاسماعيليه 36 23، السويس 36 23، العريش 33 24، طابا 36 27، كاترين 34 19، شرم الشيخ 40 29، الغردقه 40 28، الفيوم 38 24، بني سويف 38 24، المنيا 38 24، أسيوط 39 24، سوهاج 39 25، قنا 40 25، الأقصر 41 26، أسوان 42 27، الوادي الجديد 41 22، شلاتين 41 26، وأخيرا حلايب 36 26. حاولنا نطمن حضراتكم النهارده عن حاله الجو، اعتقد ان في ارتفاع في نسبه الرطوبه، لكن ان شاء الله بالليل هيكون الجو معتدل الحراره. هرجع مره ثانيه لاحمد وجمان عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا، والشكر موصول طبعا لدكتوره منار. شكرا. طيب نروح لموضوع ثاني ولا عندك افتات لسه عاوزه تقوليها؟ طيب من سعيد صالح الله يرحمه نروح لمحافظة مطروح اللي انتهت تماما من كل مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، واللي شهدت تنفيذ بنتكلم في 103 مشروع في 11 قرية دلوقتي. دلوقتي كمان المحافظة بتستعد للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة. تعالوا نشوف أبرز ما يميز هذه المشاريع من خلال المشروع من التقرير التالي. بنسبة تنفيذ 100% أنهت محافظة مطروح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي استمرت على مدار عامين تم خلالها تنفيذ 103 مشروع في 11 قرية بتكلفة بلغت قيمتها 217 مليون جنيه. أعمال المبادرة شملت مركز مطروح بقريتي حلزين وكشكوك عميرة، ومركز الضبعة بقرى فوكا وسيدي جبيب وزاوية العوامة، ومركز الحمام بقرى السلام وسيدنا هود، ومركز سيوة بقريتي المراقي وبهي الدين،
ومركز براني بقريتي أبو مزهود وشماس. مبادرة حياة كريمة بمطروح ما توقفتش عند أعمال الإنشاءات بس، لكنها سعت كمان إلى إعانة الأسر غير القادرة على سداد رسوم التصالح على مخالفات البناء، وبدأت الخطوات الجادة بقرار من وزارة التنمية المحلية اللي وجهت بتنظيم لجان لمعاينة الأسر غير القادرة علشان تقوم بدعمهم والسداد عنهم. وأجرت لجان التنمية المحلية عمليات تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة، وانتهت من أعمالها وحصر الأسر المستحقة للدعم بإجمالي عدد 1107 مستفيدين على مستوى القرى، خطة جديدة من التطوير والبناء وتوفير الحياة الكريمة لأهالي مطروح بتستهدفها المرحلة الثانية من المبادرة، وده من خلال ترشيح حوالي 23 قرية، ومن المقرر انطلاق أعمال المبادرة بيها خلال الفترة القادمة. دلوقتي نروح مع حضراتكم لخبر بالنسبة لي الحقيقة مبهج جدا. لأول مرة بيتم افتتاح شاطئ رسمي مخصص لذوي القدرات الخاصة من المكفوفين على مستوى الجمهورية، ده طبعا في محافظة الإسكندرية. الشاطئ فيه كافة التسهيلات والخدمات اللازمة ليهم عشان نزول المياه والاستمتاع بالبحر. خلينا نتابع هذا التقرير وشوفوا الفرحة اللي في وشوشه. العديد من الأسر كان معاهم أبنائهم ذوي الهمم ما بيقدروش يستمتعوا بالبحر زي أولادنا الأصحاء، وده خلانا نفكر فكرة إن إحنا إزاي ننشئ شاطئ لذوي الهمم. ودي الحقيقة كانت فكرة إدارة السياحة والمصايف العام الماضي، بدأنا تطبيقها بالفعل، وهي فكرة بسيطة جدا بتعتمد على صندوق حديدي كبير جدا بنحطه في المية وبنجهز له ممشى من الشاطئ لغاية البحر، بحيث ذوي الهمم بيمشوا عليه بالمقاعد بتاعتهم بيوصلوا لغاية الصندوق الحديدي اللي بيبقى نصه في المية ونصه برة، وبيقعدوا يستمتعوا في المية زي أبناء الأصحاء ويقعدوا أطول فترة ممكنة. شاطئ ذوي الهمم ده أمان بالكامل طبعا، الصندوق حديدي مثبت في أرضية البحر، مغطى بسقف، في كمية من الأجهزة اللي بتبص المية على أولادنا، في مدربين موجودين ومراقبين موجودين للصندوق ده، بحيث كل واحد من ذوي الهمم على المقعد بتاعه بيبقى فيه معاه مراقب موجود جنبه. أما شاطئ المكفوفين ده فهو فكرة بسيطة جدا الحقيقة، بتعتمد على ان احنا اخترنا مكان في البحر، مكان ارضيته مستوية الى حد ما، ومنسوب المية فيه بيصل من نص متر لغاية متر ونص تقريبا، وده بيعتمد على مجموعة من الحبال العائمة اللي بيسير عليها ويهتدي بيها المكفوفين. اول لما الفكرة وصلتني الصراحة كنت فرحان جدا، ليه؟ كان نفسي اشوف الفرحة في عيون الناس ذوي الهمم. انا مجرد ما الرئيس بتاعي في الشغل اتصل بيا وقال لي تعالى محمد في فكرة جديدة عايزين نعملها للناس فاقدي البصر وضعاف النظر، بدأت أفكر أقول يا ترى إيه هي. جينا عرفنا أن الفكرة دي أن هم إزاي ينزل المية بدون مساعدة أي حد، وبدأنا ننفذ الفكرة. الواحد كان شعوره، الواحد يعني نفسه يعمل أي حاجة تريح الناس دي وتسعده. في كمان مكان ملوك الكراسي، أنا مسميه ملوك الكراسي، المكان المخصص للناس اللي بتستخدم كرسي بعجلة. أي حد من أولادنا من ذوي الهمم أو مكفوفين يشرفنا في البحر، يشرفنا في شاطئ المنظرة، يدخل مجانا ويقعد اليوم كله مجانا دون تكلفة لا عليه هو ولا على أسرته. عارفة يا جمانة، التقرير ده فكرني بـ 2016، كان أول مرة أشوف إحدى المؤسسات القائمين على تسهيل احتياجات ومطالب ذوي الهمم تحديداً، كانت مؤسسة اسمها إحلم ومؤسسة تانية اسمها خطوة. كانت المؤسسات دي بتعمل على فكرة
زيادة الوعي لدى المواطن باحتياجاتهم، ولابد اللي هم يكون عندهم وسائل نقل مخصصة ومجهزة لاحتياجاتهم. كان المشروع حلم، ناس بتتكلم ونفسها ان ده يحصل، كان في منتدى الشباب. النهاردة الموضوع اتحول من حلم لحقيقة، والحقيقة تخطت فكرة الحلم كمان، مش وسائل نقل مجهزة ويكون في رامب في الرصيف علشان يقدروا اللي هم يطلعوا بالكراسي المتحركة بتاعتهم، لا الموضوع انت بقى في رفاهية كمان. انا الخبر حقيقة لما شفته يعني من كام يوم انا اتبسطت جدا حسيت يعني من حقهم ان هم يتبسطوا، من حقهم ان هم يحسوا بفصل الصيف زي ما الناس كلها بتروح كل حته. بالعكس انا اتبسطت جدا، وشايفه ان احنا بجانب كل زي ما اتكلمت التسهيلات اللي حصلت يا عبد الصمد وكل تهيئه الظروف ليهم، احنا كمان لازم نكون بنساعد ولازم نبقى يعني متجاوبين. طيب على اي حال الثامنه صباحا وعدنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل اختبارات معملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربيين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع لواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز المشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وعدد من المسؤولين، حيث تناول الاجتماع متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، وكما وجه الرئيس السيسي بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف، وذلك لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان. اختتم مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الثالث بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمناقشة عدد من القضايا والمحاور الاجتماعية الرئيسية. وثمن المجلس قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم متطلعا للمزيد. وشهدت الجلسة مناقشة موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاجتماعي، حيث تم التوافق على 5 قضايا رئيسية تتضمن التعليم والصحة والقضايا السكانية وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية، حيث تم إنشاء 5 لجان فرعية لكل منها. واستعرض المجلس خلال اجتماعه ما تم التواصل إليه في الجلسة السابقة من تحديد قضايا المحور السياسي، والتي تضمنت إنشاء 3 لجان فرعية تختص بمباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان. وحدد مجلس الأمناء الأربعاء المقبل موعدا لعقد الاجتماع الرابع بهدف استكمال قضايا المحور الاقتصادي. تقدمت مصر في بيانات عن وزارة الخارجية بخالص التعازي وصادق المواساة لكل من الإمارات وباكستان والولايات المتحدة في ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق من تلك الدول وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات. وعربت مصر حكومة وشعبا عن صادق تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين، مؤكدة على وقوفها مع هذه الدول في هذا المصاب الأليم. كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة في إيران وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات بين المواطنين. أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية أندي بيشير ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة في الولايات في الولاية إلى 25 شخصا. وأضاف بشير إلى أنه من المحتمل أن ترتفع حصيلة الضحايا الأكثر من ذلك، وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة غير مسبوقة في 13 مقاطعة في شرق كنتاكي. وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثرها حالة كارثة طبيعية، وأرسل
تعزيزات فيدرالية لدعم المناطق المتضررة من العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية وانزلاقاتها للتربة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن حكومته أمرت بالإجلاء الإلزامي للسكان في منطقة دونتسك بشرق البلاد التي تشهد قتالا داريا مع روسيا. وقال زيلينسكي إنه كلما غادر المزيد من السكان منطقة دونتسك الآن قل عدد الأشخاص الذين سيكون لدى الجيش الروسي وقت لقتلهم، مضيفا أنه سيتم منح السكان تعويضات. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن مئات الآلاف ما زالوا يعيشون في إقليم دونباس حيث يحتدم القتال. ختام موجز الثامنة، فاصل نعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. في الحقيقة في دور كبير لمؤسسة الأزهر خلال الفترة الحالية للتوعية بالأمور الدنيوية. مجمع أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أطلق حملة، الحملة دي تحت عنوان بر الأمان للتوعية الشاملة بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. زي ما قلت لحضراتكم بر الأمان هو عنوان هذه الحملة، وده ضمن التوعية المجتمعية اللي بيقدمها الأزهر الشريف. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الحملة من خلال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور، كل عام وانتم بخير وحاجة بصحة وسلامة يا رب. دكتور، في البداية عاوزين نعرف الهدف من حملة بر الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأصلي على سيدنا رسول الله. دعنا نتحدث على هذه الحملة، ما هي حلقة في سلسلة بدأها الشريف. استاذن حاجة بس يا دكتور، لو نقف في مكان فيه شبكة بس أفضل. يعني هذه الحملة هي إلا حلقة في سلسلة بدأها الأزهر الشريف تجاه بعض الأمور التي ينبغي الحفاظ عليها في المجتمع. وبالتالي تأتي هذه الحملة والتي جاءت بعنوان بر الأمان بغية المحاولة على إحياء جملة من القيم الدينية والقيم الأخلاقية والقيم الفكرية التي يمكن أن نقول بأننا في أمس الحاجة إليها. ما هي هذه القيم يا فندم؟ يعني مثلا عندما نتوقف أمام شخص النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن له بالهجرة، وكيف أنه كان حريصا على تطبيق الأمانة تطبيقا عمليا من خلال الإذن لعلي رضي الله تعالى عنه بأن ينام في موضعه ليقوم برد الأمانات إلى أهلها. ثم بعد ذلك هذه الثقة وهذه الأمانة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وبين هذا الرجل الذي على غير دين الإسلام عبد الله بن قريقز، وهو كان كافرا ومع هذا نراه كان أمينا فلم يعش أو يدلس أو يكشف السر، وهذا يؤكد على أهمية البحث عن القيم الإنسانية والمعاني النبيلة ذات البعد الاشتراكي بين بني الإنسان، باعتبار أن ذلك يصب في تحقيق الأمان للفرد والمجتمع. وبالتالي كان اختيار بر الأمان كان اختيارا مقصودا، باعتبار أن الأمان لا يتحقق إلا بالصدق وصدق الإيمان والأمانة والتضحية وحسن الإعداد والوفاء، وأنت تلمح هذا الوفاء جليا والصدق والصداقة الحقيقية من خلال هذه الرحلة المباركة والتي قدمت فيها أسرة سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه المثل الواقعي في معنى أو في مفهوم الصداقة الحقيقية والمحبة الحقيقية التي تكون في الله ولله. ولو أردنا أن نتوقف أمام منظومة القيم الأخلاقية أو الفكرية أو الواقعية التي حققتها هذه الرحلة المباركة لوجدنا أنها كثيرة جدا، لكن يعني أكتفي بذلك يعني إفساحا لأسئلة أخرى أو مداخلات أخرى. نعم،
دكتور، في الحقيقة يمكن الهدف الرئيسي من هذه الحملة، يعني ده وفقا لتوجيهات دكتور أحمد الطيب، هي شيخ الأزهر طبعا، يعني فكرة ملامسة الأمور اليومية والحياتية للمواطنين ووضعهم، يعني كيف يتعاملون تعامل سليم مع ربما بعض الأمور التي هناك شك فيها أو مغالطة فيها أو ربما تحمل رأيين. فهذه الحملة تهدف إلى يعني التحول بهم والاتجاه بهم إلى بر الأمانة. عاوزين نعرف الركائز بقى الأساسية اللي بيعتمد عليها هذه التي تعتمد عليها هذه الحملة. يعني دعنا نتفق كذلك على أن هذه الحادثة أو أن هذا الحدث المبارك، يعني الهجرة النبوية المباركة، يأتي تتويجا لجملة من الأحداث المهمة التي لا يتوقف عليها زمان أو بيئة. وهنا يأتي التذكير بهذه الحادثة المباركة من خلال الوقوف أمام المراحل التي مرت بها والتعرف على أحداثها، بغية العمل على ملامسة الواقع واستنطاق الوقت. ولعل واحدا من المفاهيم المغلوطة التي يقع فيها البعض الخلط بين التوكل على الله تبارك وتعالى والأخذ بالأسباب، وبين مفهوم التواكل الذي مرده إلى الكسل والخذلان ثم الادعاء بأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. وهذا كلام صحيح لكنه لا يخلو من خطأ. فلو أراد الله تبارك وتعالى أن ينقل نبيه من مكة إلى المدينة نهارا وبسرعة البرق لتم، لكن الله تبارك وتعالى ومن خلال نبيه أراد أن يعطي للإنسان أو للإنسانية جمعاء ضرورة الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب والتخطيط والاستعداد. وإلا لو أن الإنسان منا تواكل، لا أقول توكل، تواكل ثم ادعى أن الأمور بيد الله، فإنه لن يحقق شيئا. ورحم الله القائل: اعملوا فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وهنا يأتي هذا المفهوم في هذا الواقع الذي تعمل فيه الدولة على البناء والتنمية والاستدامة، وكأن هذا الحدث يحمس في أذن الجميع بضرورة الأخذ بالأسباب والاستعداد والتخطيط لأمور الحياة، ثم تفويض النتائج إلى الله تبارك وتعالى بعد أن يستفرغ الإنسان منا الجهد والأمور المطلوبة بها. وأنت تلمح هذا التخطيط في كل مراحل الرحلة المباركة، بدءا من إذن النبي صلى الله عليه وسلم والسماح لأصحابه بالخروج، ثم قوله للصديق رضي الله تعالى عنه: اصبر لعل الله أن يجعل لك مخرجا، ثم البحث عن الدليل، ثم البحث عن المكان، ثم البحث عن الأدوات، ثم هذه الأسرة التي كانت يعني منها من يعد الطعام، ومنها من يسمع الأخبار، ومنها من يقوم بإخفاء الآثار. كل ذلك يؤكد لك على أن هذه الرحلة المباركة جاءت تصحيحا للمفاهيم. أيضا مفهوم آخر يمكن أن تقف أمامه عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان من بين الأمور التي حرص عليها هو وضع دستور للمدينة يقوم بمثابة الوثيقة التي تحدد الحقوق والواجبات. ولعل في هذا الدستور ما يصحح النظرة إلى الآخر والافتراء على الإسلام بأنه يقتل الآخر أو لا يقر الآخر على ما هو عليه. لكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال هذه الرحلة الإيمانية المباركة إلى وضع دستور ينظر إليه على أنه من أوائل الدساتير، إن لم يكن أولها، التي نظرت إلى الآخر نظرة احترام وتقدير. وفي هذا ما يدفع على يعني ما يدفع بالرد على أصحاب النظرة الضيقة
أو المتشددين أو المعترضين في التعامل مع الآخر، لأن ذلك لا ينسجم مع روح الإسلام ولا يتفق على مبادئه. صحيح، وكان أول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو وفش السلام. طيب نعم. طيب دكتور، خلينا نعرف برضو من حضرتك يعني دروس وعبر الحقيقة عظيمة من الهجرة النبوية، ويمكن فكرة أو الفكرة القائمة عليها هذه الحملة هي فكرة هائلة وعظيمة أيضا، بس حابين نعرف من حضرتك يا فندم إزاي هيتم تنفيذها، وإيه طريقة أو آليات الوصول لأكبر عدد من المواطنين لتوعيتهم بهذه الدروس؟ يعني دعني أقول بأننا في الأزهر الشريف ومن خلال توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب سلمه الله ورعاه، نعمل دائما وأبدا على التطبيق الفعلي. هذه الحملة يعني لدينا عدة محاور نعمل عليها. هناك الاحتكاك المباشر بين الجماهير من خلال انتشار وعاظ وواعظات الأزهر في الجمهورية من خلال المؤسسات المختلفة، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الصحة والسكان، المقاهي الثقافية، إلى المساجد، إلى غير ذلك. وهناك محور آخر علمي من خلال الصفحات والمقالات التي يخطها علماء الوعظ وواعظات الأزهر، إما في الجرائد الرسمية والصحف، وإما في مجلة الأزهر أو صوت الأزهر. وهناك محور إلكتروني، وهذا يؤدى من خلال عدة برامج على المنصة المعروفة بزوم، وكذلك الصفحات الرسمية على الخاصة بمجمع البحوث الإسلامية، فضلا عن مجموعة من الأفلام ومجموعة من البوسترات وغير ذلك من المحاور التكنولوجية التي نحرص فيها على تقديم معلومة سهلة وبسيطة وموجزة تتناسب مع الواقع وتلائم طبيعة القراء، خصوصا الشباب الذين يحسنون الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي لكنهم ليس لديهم الفترة أو الفسحة لقراءة كتاب، وبالتالي نعمل على تلخيص قيمة معينة فيما لا يزيد عن دقيقة أو فيما لا يزيد عن سطرين. صحيح، يعني هو أمور عديدة يعني من الممكن أن يعني تكون بمثابة عظة ومن خلالها يتحقق أمن وأمان المواطنين بالدروس المستفادة من الهجرة النبوية وأيضا الفهم الصحيح لأمور الدين. الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخلة في صباح الخير يا مصر. طيب نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وعدد كبير من المواطنين من مختلف الفئات العمرية شاركوا امبارح في ماراثون بيئي، ماراثون بيئي الثاني بمحافظة الإسكندرية، وده ماراثون الهدف منه التوعية بالحفاظ على البيئة، وبيتم تنفيذه في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ العالمي واللي هيتعمل في شرم الشيخ. معنا على التليفون دلوقتي دكتور سامح رياض رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير استاذ جمانة، صباح الخير استاذ احمد، وشكرا على الاستضافه، وصباح الخير لجميع الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. في البدايه خلينا نتكلم مع حضرتك عن الماراثون الثاني، ايه ظروف الاختلاف بينه وبين النسخه الاولى، نسبه المشاركه فيه، يعني لو تقول لنا بعض التفاصيل عنه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا تكليفات من معالي وزيره البيئه الاستاذه الدكتوره ياسمين فؤاد بتكثيف الحوار الوطني والتوعية بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مصر والتأثيرات السلبية اللي ممكن نجابها لو ما كناش ناخد الإجراءات اللي بتقوم بيها الدولة حاليا. فمن ضمن الفعاليات اللي بنقوم بيها في اسكندرية هي التوعية البيئية بالتغيرات المناخية. الماراثون هو عبارة عن وسيلة غير تقليدية لتوصيل الرسالة التوعوية للمواطنين والشباب بشكل سريع وشكل متميز، ويلفت نظرهم ويعرفهم يعني ايه مشكلة التغيرات المناخية، ويعرفهم ازاي ايه هي الوسائل اللي احنا مطلوب ان احنا ننفذها كمواطنين عشان الحماية من التغيرات المناخية. الجديد في الماراثون السنة دي ان شارك فيه عدد كبير جدا من الشباب من الفئات العمرية المختلفة، العدد وصل لحوالي 500 مشارك، والجري كان من منطقة قلعة قايتباي لغاية مكتبة اسكندرية، وطبعا تم اختيار الاماكن دي بعنايه
عشان قلعة قايتباي كانت من الأماكن اللي ممكن تتأثر بسبب زيادة منسوب سطح البحر وبسبب التغيرات المناخية طبعا. والدولة الحقيقة من خلال عدد كبير من المشروعات تم تنفيذها، عملت مشروعات لحماية المنطقة دي، مش بس منطقة القلعة، لا ده عملت مشروعات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ وزارة الموارد المائية والري لحماية كل شواطئ اسكندرية وكل شواطئ ساحل البحر المتوسط لمصر. فالحقيقة الفعاليات دي هدفها الرئيسي ان احنا نوصل الرسالة دي والشباب يبقوا جزء معانا من الحل اللي بيوصل له المعلومة. طيب. مش بس الشباب لكن كمان المواطنين الموجودين بطول الكورنيش اللي بيشوفوا الشباب دكتور بيجري. دكتور خليني اسال حضرتك هنا سؤال يمكن بيتردد على اذهان المتابعين لينا الان، فكرة ان دايما البعض بيرى ان ربما يعني صاحب الدور الرئيسي والفاعل في التغيرات المناخية هم رجال الأعمال أو المعنيين بالصناعة تحديدا، وهنا هسأل حضرتك عن أهمية دور الشباب في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتصدي لهذه الظاهرة تحديدا. هو طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا عندنا التصدي لظاهرة التغيرات المناخية فيها شقين، شق التخفيف وشق التكيف. نعم. شق التخفيف مصر كل اللي بتشارك بيه من غازات الانبعاث الحراري او الاحتباس الحراري هم 6% فاحنا مش بس بنركز على اجراءات التخفيف لكن احنا بنركز كمان على اجراءات التكيف من مشكلات التغيرات المناخية اللي بتحصل. نعم. ومن ضمنها مثلا ارتفاع منسوب سطح البحر او قلة بعض الموارد الطبيعية زي المية والطاقة. فمطلوب من الشباب ان هم يكونوا جزء من الحل، يكونوا جزء من ترشيد الاستهلاك، يكونوا جزء من تقليل الانبعاثات، يكونوا جزء من مثلا استخدام وسائل النقل اللي هي ما بتعتمدش على الوقود الاحفوري، يكونوا جزء من الحلول اللي احنا أو الوزارة. ويمكن وسائل النقل التي لا تعتمد على الوقود الأحفوري دي تكاد تكون يعني قليلة الاستخدام جدا أو غير موجودة في مصر، يعني مع الاتجاه لوسائل النقل المتعلقة بالكهرباء تحديدا. بالضبط كده. والشباب عندنا احنا بنقوم دلوقتي حاليا بالترتيب لعمل زي مواقف للبسكليتات أو الدراجات الهوائية. نعم. عشان الشباب يستخدموها يبقى فيها ليهم أماكن مؤمنة يقدروا يسيبوا فيها الدراجة بتاعتهم بشكل آمن، وبالتالي نشجعهم على استخدام الدراجة بدل من وسائل المواصلات العادية. طيب دكتور، الاسكندرية مدينة الاسكندرية الحقيقة من أكتر المدن ومن أكتر المحافظات المتأثرة بالتغيرات المناخية. خلينا نعرف من حضرتك إيه التحديات اللي بتواجه الاسكندرية وإيه طرق التكيف والمواجهة؟ بص يا فندم، هي طبعا الاسكندرية من المدن اللي كل الدراسات بتقول ان لو حصل احتباس حراري بدرجه معينه وارتفاع المنسوب سطح البحر فهي من المناطق المهدده. عشان كده الدوله مش من النهارده بتشتغل على الموضوع ده، الدوله من خلال الوزارات المختلفه بتشتغل على التغيرات المناخيه من اكثر من 25 سنه. احنا في وزاره البيئه وجهاز شؤون البيئه من ساعه لما فتحنا او افتتحنا فرع اسكندريه واحنا عندنا مشروعات، الكلام ده من 25 سنه، عندنا مشروعات بيتم تنفيذها ودراسات عشان مواجهه التغيرات المناخيه. عشان كده عايز اطمن المواطنين ان الدوله مش اول مره تسمع التغيرات المناخيه امبارح، لكن احنا بنشتغل على الملف ده من اكثر من 25 سنه. ويمكن اللي بيحصل دلوقتي ان في زخم اعلامي حوالين التغيرات المناخيه بسبب استضافه مصر ونجاحها لاستضافه المؤتمر بتاع التغيرات المناخيه اللي هيتم في شرم الشيخ، فعشان كده في زخم اعلامي. لكن المشروعات بتقوم بيها الدوله من سنين طويله، ويمكن وزارة الموارد المائية والري من خلال هيئة حماية الشواطئ عملت مشروعات ضخمة بمليارات لعمل حواجز أمواج غاطسة لحماية الشواطئ بتاعت اسكندرية من أي تهديدات بسبب التغيرات المناخية، وما زالت المشروعات بتتم، مشروعات كبيرة بتتم لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بكميات ضخمة جدا. وفي مشروع شغال في اسكندرية حتى لسبع يعمل معالجة لسبعة ونص مليون متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الزراعي اللي كانت بتلوث البحر المتوسط، هتتحول بدل ما كانت مشكله بتلوث هتبقى فرصه نعيد استخدامها ونزرع بيها
ال 2.5 مليون فدان اللي ده عليهم فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هايل، بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور سامح رياض رئيس الفرع الاقليمي لجهاز شؤون البيئه، نشكرك يا فندم على هذه الايضاحات والمعلومات. يمكن زي ما قال دكتور سامح فكره ان مصر فعلا بتشتغل بقالها فتره كبيره في هذا المجال، ويمكن الاستراتيجيه الخاصه بمصر كلها بتعتمد على الاتجاه نحو الاقتصاد الاخضر تحديدا. دلوقتي مشاهدينا نطلع لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عمل جلسة مع اللعيبة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة علشان يستعدوا بشكل جيد لمباراة بيراميدز اللي هتتلعب بكرة في الدوري. فيريرا كان حريص على تحفيز اللعيبة خلال الجلسة اللي سبقت التدريب، وأكد لهم أهمية الفوز في مواجهة بيراميدز. محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق نادي الزمالك انتظم في التدريب الجماعي اللي اتلعب امبارح على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، وكان استعدادا لمباراه بيراميدز. وشارك شيكابالا في التدريب الجماعي بعد خضوعه لفتره تاهيليه في صاله الجيمنازيوم. نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي قدر يقود فريقه للتتويج بلقب بطوله الدرع الخيريه بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجه 3-1 في المواجهه القويه اللي اتلعبت على ملعب كينج باور، وده كان في افتتاح الموسم الجديد بانجلترا. اول اهداف الليفر سجلها الكسندر ارنولد من صناعه محمد صلاح في الدقيقه 21 من المباراه، ونجح الوافد الجديد جوليان ألفيرز في تسجيل هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 70. وبعد كده رجع وسجل النجم المصري محمد صلاح تاني أهداف فريق ليفربول عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 83، والهدف الثالث سجله داروين نونيز في الدقيقة الأخيرة من المباراة. تم تتويج فريق ترابزون سبور المحترف فيه النجم المصري محمود حسن تريزيجي بلقب كأس السوبر التركي بعد فوزه الكبير على فريق سيفاس سبور بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على الملعب الأولمبي أتاتورك. وشارك تريزيجي بشكل أساسي في المباراة وظهر بمستوى جيد، ولحد ما تم استبداله في الدقيقة 73 من اللقاء. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لأحمد وجمانة علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. دي نشكرك شكرا جزيلا، ولسه كلامنا عن الرياضة تحديدا الكرة لسه كلامنا ما خلصش. امبارح كمان كان يوم كروي مصري بامتياز، فاز لاعبنا ونجمنا محمد صلاح بلقب كاس الدرع الخيريه او الكوميونيتي شيلد زي ما هو متعرف عليها على حساب مانشستر سيتي. بعدها فاز تريزيجيه بلقب السوبر التركي، وان شاء الله طبعا الانتصارات دي تكون بشره خير كده ان شاء الله لموسم مميز للاعبين المحترفين في مختلف الانديه حول العالم. كمان ايام وينطلق الدوري الانجليزي الممتاز، حامل اللقب مانشستر سيتي والوصيف ليفربول دعموا صفوفهم بصفقات قويه، لكن المنافسه الحقيقه مش هتقتصر على مانشستر سيتي او ليفربول، لكن كمان ارسنال عمل صفقات كويسه جدا، تشيلسي، توتنهام، فبالتالي احنا هنشوف منافسه خماسيه او سداسيه على اللقب، هتكون منافسه صعبه شويه. النهارده معانا في الاستوديو الناقد الرياضي عطيه عبد الخالق عشان نتكلم معاه بقى في كل هذه التفاصيل. صباح الخير يا عطيه، ونورنا في صباح الخير. صباح الخير يا جمانه، مبسوط ان انا معاكم النهارده في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا صباح الخير، بس يعني شايفين اخبار لطيفه كده طبعا عن محترفين الحمد لله. الحمد لله. فخلينا نبدا معاك كده ونعرف نتابع معاك اخبارهم، يعني عندنا ما شاء الله اسامي كتير، صلاح، نني، عندنا تريزيجيه، مصطفى محمد، طارق حامد، اسامي كتير قوي، عمر مرموش، كتير قوي. صحيح طبعا، احنا بنبارك للمحترفين المصريين، قدموا يوم رائع امبارح بدايه من محمد صلاح، هو كالعاده دايما بننتظر منه كل ما هو جديد وكل ما هو مميز. محمد صلاح امبارح بيساهم مع ليفربول بالفوز وبكاس الدرع الخيريه على حساب مانشستر سيتي. دايما مؤثر محمد صلاح، مش فكره ان هو لعيب بيشارك خلاص، هو دايما مؤثر، صنع الهدف الاول، سجل الهدف الثاني من ضربه جزاء في وقت صعب. دايما بنشوف صلاح عنده طموح ان هو يعلم الاهداف، يمكن كانت دي البطوله الوحيده اللي ما خدهاش مع ليفربول، خد دوري، خد دوري الابطال، خد كاس عالم الانديه، كل البطولات توج بيها مع ليفربول، يمكن كان ناقصه بس كاس الدرع الخيريه. حتى لما كسب تصريحاته بعد الماتش بتقول ان احنا امام لاعب عنده عقليه مميزه، عقليه دايما تسعى ان هي تحسن من نفسها وتكسر ارقام جديده. فمحمد صلاح يعني هو وصل ان هو يعني لو بنعد احسن 3 أو 5 لعيبه في العالم لازم هنحط محمد صلاح.
كمان تريزيجيه من اللعيبه اللي دايما انا بشوف ان هي مثال على الاصرار والنجاح وعدم الياس. التجربه يمكن ظلمته شويه تجربه استون فيلا في الدوري الانجليزي، الاصابه برضو حرمتنا منه كتير قوي، لكن رجع بعد كده سواء مع منتخب مصر كان سبب من الاسباب ان احنا وصلنا فاينل امم افريقيا اللي فاتت وسجل هدف فوز على المغرب في وقت برضو كان قاتل. بشوف تريزيجيه من اللعيبه اللي دايما عندها حلول، دايما عندها مهارات، دايما تقدر تفيد الكوتش اللي موجود ايا كان. فخرج من تجربه نوعا ما صعبه، نوعا ما مش هي احسن حاجه. النهارده موجود في تركيا بيتوج بكاس السوبر، بدايه مشرفه، لعب بشكل اساسي، وده اللي كان عكس التوقعات اللي كانت بتقول ان ممكن تريزيجيه واحده واحده. تريزيجيه بدا بشكل اساسي ولعب حوالي 75 دقيقه وكسبه، ودي ممكن تبقى بدايه مبشره. ودايما انا بقول ان ممكن يبقى الدوري التركي مش نهايه المطاف، هتبقى محطه يرجع منها بقى تاني على فرنسا، يرجع على انجلترا، وحاجه تليق بكابتن تريزيجيه. النهارده كمان عندنا فرصه، ما كانش متوقع ان تريزيجيه يعود بهذا الشكل بعد الاصابه تحديدا، يمكن كان رجوعه لافت للنظر فعلا يعني. صحيح، وخد الثقه كمان مع كيروش في وقت امم افريقيا، والراجل اعتمد عليه بشكل اساسي، وكان حتى لما بيدفع بيه كبديل كان بينزل بيكون مؤثر في التغييره. فبقول لك ممكن تبقى محطه ان هو يروح بعد كده في دوري تاني. النهارده كمان عندنا فرصه للتتويج بلقب تاني، فرصه اي نعم يعني صعبه شويه، ولكن مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي هيلاعب باريس سان جيرمان في كاس السوبر الفرنسي. نانت من الفرق اللي هي يعني السنه اللي فاتت ختموا في المركز التاسع، لكن دايما في تطلع ان هم يقدموا موسم كويس. الراجل اتكلم عليه بشكل كويس، المدرب بتاع نانت قال ان هو بيراقب مصطفى محمد او بيتابعه من وقت امم افريقيا، وعارف ان هو مهاجم قوي، مهاجم بيسجل من اصاب الفرص، مهاجم مميز في ضربات الراس. انا بشوف مصطفى محمد من نوعيه اللعيبه او المهاجمين المتكاملين. فالنهارده فرصه طبعا صعبه، لان احنا لو قارنا الامكانيات بتاعت نانت بامكانيات باريس سان جيرمان، فرقه فيها ميسي ونيمار ويعني صعبه جدا، ومبابي، فرقه يعني الفرصه صعبه جدا، ولكن بنامل ان مصطفى يظهر بشكل كويس، يقدر ان هو حتى يسجل هدف او حاجه، دايما يبقى حاجه مش لازم تكسب، يعني مش لازم تكسب كل حاجه، لكن فكره انت تلعب طبعا الظهور، تبقى موجود في ظهور قوي جدا، العالم كله بيتابع باريس، كمان المدرب الجديد بتاع باريس عايز يكسب البطوله، كمان اول لسه جاي بعد كوتشينيو، عايز يكسب دي اول بطوله ممكن يكسبها من ماتش واحد. فاعتقد ان الامور اقرب لباريس، ولكن احنا بنامل ان مصطفى يشارك ويسجل هدف او حاجه، ده هتبقى حاجه كويسه بالنسبه لنا اكيد. طيب عطيه برادو، عايز اسالك عن الصفقات الجديده، ان كان مانشستر سيتي او ليفربول. شايف دايما بص، مانشستر سيتي وليفربول يعني شايف دول حاليا اقوى فرقتين في العالم، يعني احنا دايما كان من سنتين لحد من سنتين فاتوا كان كلاسيكو الارض هو اللقب اللي بيطلق على المباراه اللي بتجمع بين برشلونه ميسي وريال مدريد. صحيح. رونالدو بعد رحيل رونالدو فضل الناس تقول على كلاسيكو الارض ان هو ريال مدريد وبرشلونه، ولكن انا شايف بصراحه احنا بقى لنا سنه ونص او سنتين اقوى مباراه كره قدم، رتم سريع، اداء عالي، اهداف، خطط تكتيكيه جوه الملعب وبره الملعب، شايف ان هي ليفربول ومانشستر سيتي من اقوى الفريقين في العالم جدا، سواء العناصر اللي موجوده او الكوتش، يعني الماتش اللي بيجمع بين ليفربول كلوب ومانشستر سيتي جوارديولا، ده امتع ماتش، ده اللي يستحق ان هو يبقى كلاسيكو الارض. صحيح. امبارح مباراه لسه بنبدا الموسم، سرعات، رتم سريع، المناوره الخططيه بين المدرب ده والمدرب ده، صفقات جديده، بنشوف الناس اللعيبه بتظهر بشكل انت مش متعود ان انت تشوف الشكل ده، واحنا لسه بنبدا الموسم. جديد. بنبدا الموسم اللي هو ايه، احنا لسه مع بدايه الموسم بقى بالمناسبه، واحنا لسه بنبدا الموسم، ان المنافسات هتقتصر على الفرقتين بس ولا في فرقه جديده هتدخل معاهم؟ لا مش السنه دي، مش هتبقى الفرقتين دول بس انا هقول لك ليه، ولكن ارجع اقول لك ليه مانشستر سيتي وليفربول فارقين قوي عن بقيه الفرق. السنه اللي فاتت ليفربول مسجل 94 هدف في الدوري، السيتي مسجل 99 هدف، ده انا بكلمك على الدوري بس. 99 وفي 38 مباراه. مين الصفقات الرئيسيه السنه دي؟ السيتي جايب هالاند مهاجم، وليفربول جايب نونيز مهاجم، فانت بتعلي سقف المنافسه، بتعلي على نفسك ما بين الفريقين، ان انت جايب 99 هدف و94 هدف وبتجيب مهاجم، انت يعني دايما عندك شايفين المقارنه دي على الشاشه. دي المقارنه امبارح ما بين هالاند ونونيز، الناس قارنت ما بين ظهورهم الاول، دي اول مباراه رسميه للاثنين لعيبه. الناس بتنتقد هالاند، يمكن لعب 90 دقيقه عكس نونيز اللي نزل بديله وكان مؤثر، تسديدات اصلا على المرمى نونيز شاط 4 وهالاند شاط 3، كان مؤثر اكتر نونيز. هالاند
كان في كميه انتقادات كبيره جدا امبارح لانه اهدر فرص كتير سهله، ولكن دايما انا بقول من بدري ان احنا نحكم على حد، يعني في مهاجمين كتير. في نقطه في مانشستر سيتي يمكن كان عندهم مشكله كده مؤخرا في تحديدا في فكره المهاجم لسه تحس مش متعودين على الفكره. لا هو دايما بيب جوارديولا من المدربين اللي بيحبوا يلعبوا بالمهاجم الوهمي او المهاجم او تبادل المراكز. يعني حتى السنه اللي فاتت شايفه امبارح اتظلم ولا خد فرصته؟ لا خد فرصته، ما اقدرش اتظلم، هو لعب 90 دقيقه، لكن ما نقدرش نحكم على ايه ان هو نقول ان هو مهاجم مش هينجح في مانشستر سيتي، لان هو مهاجم السنه اللي فاتت جاب حاجه و60 جون في 68 مباراه، فهو يعني يعتبر معدل تهديفي جون في كل مباراه تقريبا، يعني جون في مباراه او يعني رقم كبير جدا، فما اقدرش اقول ان هذا المهاجم ما فشل، ما اقدرش احكم عليه مباراه واحده. لسه عنده افتتاحيه الدوري قدام مستام يوم السبت اعتقد او يوم الاحد اللي جاي، وبعد كده عنده مباريات كده يقدر ان هو يندمج حتى مع الفريق، يقدر ان هو يظهر بشكل قوي، لكن ان انا امسك في لقطه في فرصه ان هو ضيعها واقول ان هو خلاص ده مهاجم وحش، اعتقد ده صعب جدا، بس يعني هو قيمه جايب قيمه كبيره جدا، يعني لو سيتي دافع فيه فلوس كتير واكيد هيبقى عليه ضغوطات كبيره جدا ان هو يقدم مستوى كويس. احنا شايفين فرصه ضايعه كده، ما دي الفرص بقى اللي بقول لك عليها، ان هو الناس مسكت في الفرص دي، وفي واحده كمان ثانيه، بس هم الناس مسكت في الفرص الضايعه وقالت ان هو بدات تحكم عليه بشكل مبكر. انا شايف ان هالاند ممكن ينافس اصلا السنه دي على الهداف الدوري الانجليزي مع محمد صلاح، مع هاري كين من توتنهام، المنافسه في الهداف هتبقى قويه، والمنافسه كمان على الدوري هتبقى اقوى. لا بس احنا دعواتنا لبنان ان انت تتكلم على محمد صلاح. محمد صلاح كلكم كويسين، بس انا بقول لك هو 5 سنين في انجلترا منهم 3 هنا ونقف خلاص 3 هداف، وحتى لما بيخسر بيبقى فارق جون. شايف ازاي دفاع مانشستر سيتي؟ شايف اللي هو ممكن يشكل ازمه ليه في ظل الدفاع والحفاظ على لقبه؟ واضح ان هي دي هتبقى الازمه اللي جايه بالنسبه لمانشستر سيتي. هو بعد ما دعم صفوفه بمهاجم، هو استغنى عن خيسوس واستغنى عن رحيم ستيرلينج ودعم صفوفه بهالاند بمهاجم والفاريز، لكن فكره الدفاع تظل مشكله، خاصه لما تم اعلان امبارح اصابه لابورت وغيابه لمده 2 شهر، ده قلب الدفاع اللي موجود. لعب امبارح دياز هو راجل اساسي، ولعب جنبيه ناسان اكي اللي جاء من برنموس من السنه اللي فاتت او اللي قبلها، ولكن ما قدروش ان هم يسدوا الفراغات اللي موجوده. لسه كمان حتى الثنائي اللي بيلعب على الوينجين ووكر او كانسيلو، الاثنين بيزيدوا قوي على الاطراف بشكل ادوار هجوميه كبيره، فما بيبقاش ليهم التاثير الدفاعي، فتقدر ان انت يعني شفنا صلاح امبارح 1-1 بيعدي من كانسيلو الناحيه الثانيه، دياز بيعدي على ووكر، فدايما عندهم مشكله في خط الظهر مانشستر سيتي، ولكن دايما هم بيقدروا يتغلبوا على دي بشكل او باخر من نص الملعب، ان هم ما بيدوش الكره للخصم. يعني من السيتي من اكتر الفرق بتستحوذ على الكوره، عنده في نص الملعب فرناندينو لما مشي، وعنده رودري من اكتر اللعيبه اللي هي حاجه كده يعني زي عندنا كده مثلا طارق حامد وفي عزه بقى يعني، وجابوا كمان فيليبس من ليدز، وده لاعب خط وسط المنتخب الانجليزي، ديفندر هايل جدا، شاب يعني مشروع لقدام. فعندهم 2 دلوقتي من احسن اللعيبه اللي بتقطع الكرات على الخصم، فهم السيتي اصلا بيستحوذوا على الكره، ما بيدكش فرصه ان انت تاخد الكره، بس بيظهر المشكله الدفاعيه امتى؟ لما بتلعب فرقه كبيره زي ليفربول، فرقه عندها اصلا العناصر اللي ممكن تشكل عليك خطر، عناصر مكتمله يعني، عناصر تقدر تعمل عليك خطر، يلعب مع فرقه مثلا زي كمان عندها سرعات الكره الطويله بالظبط، كنت لسه بقول عليه برافو. الفرقه اللي عندها زي مثلا مستام اول ماتش في الدوري، عندهم لعيب سريع جدا اسمه بوين، وعندهم لاعب كان اسمه انطونيو، الاثنين دول قدام سرعه جدا، وبالتالي دايما الماتشات دي رخمه على جوارديولا، لان هو دايما رامي الفرقه كلها قدام، فدايما اي حاجه مفيش حاجه ورا خلاص هتيجي بسرعه مرتده خلاص هتعمل لك اي، دايما لما هتلاعب اي فريق عنده لعيب زي صلاح بيعرف يعدي 1-1 هتعمل لك مشكله، انما هتبدا تبان ان انت جامد جدا دفاعيا امتى؟ لما هتلاعب فرقه اصلا هي مش ماسكه الكوره، ما انت نزلت مثلا كسبت واتفورد 6-0 ومش عارف ايه، ما انت خلاص هم ما مسكوش الكوره اصلا متقدم، هو مش هيجي في النص الثاني عندك، دايما انت وبتاخد الكوره يسنتر ويروح يجيب جون ثاني، فهو دايما السيتي مش هتظهر عنده مشاكل دفاعيه غير لما هيلاعب فرقه تقيله زي دي. نرجع تاني للمنافسه، لا نرجع للمنافسه وبعدين هسالك على سؤال ليه علاقه بصلاح، بس نرجع للمنافسه عادي. ماشي، المنافسه على الدوري زي ما قلنا السنه الجايه مش تبقى ثنائيه بس، لان احنا عندنا توتنهام دعم صفوفه باكتر من صفقه، يمكن ابرزها ريتشارلسون من ايفرتون، مهاجم قوي جدا، مهاجم من اللعيبه برضه اللي بتسجل كتير، هيعمل اضافه مع سون وكين، لان الثنائيه دي من اكتر اللعيبه اللي عملت اسيستات واهداف لبعض، ثنائيه متفاهمه جدا، فهيبقى ثلاثي قوي جدا في الهجوم مع توتنهام. كمان بريزيتش ورا في الدفاع من اللعيبه برضو اللي عندها سجل ولعبت مع كونتي المدير الفني في انتر، فهو جايبه من انتر وعارف ان هو لعيب قوي وهيفيده في المنظومه بتاعه توتنهام، وتوتنهام السنه اللي فاتت فنش الرابع،
السنه دي اعتقد الطموح اعلى شويه ان هم ياخدوا مركز اعلى من كده. تشيلسي قدر ان هو برضه يدعم صفقته. اعتقد توتنهام يعطيه احيانا اداؤه بيتباين، يعني ماتش تلاقيه اداؤه قوي جدا وماتش تاني تلاقيه تراجع. لا، والفرقه الوحيده اللي بتكسب مانشستر سيتي في الدوري مع ليفربول، الفرقه الوحيده رايح جاي. يعني السنه اللي فاتت كسبوا السيتي رايح جاي، وتلاقيه مثلا مضيع نقط مع نيوكاسل، متعادل، مش عارف ايه، فبيضيع نقط غريبه. ولكن يعني مش عارف فين. طيب لا، دايما الماتشات الكبيره بتحس برضو اللي هو ايه، ممكن يكون الاستعداد النفسي عنده مثلا، عنده هو عنده اللعيب اللي ايه اللي يضايق مانشستر سيتي فبيقدر يكسب. انما الفرق اللي ممكن تلعب بتكتلات دفاعيه كتيره زي نيوكاسل مثلا او مثلا واتفورد، ممكن الفرقه دي ممكن تضايق شويه، لان انت بتلاقي صعوبه علشان تسجل هدف. فلكن توتنهام مع الصفقات اللي اتعملت، مع وجود مدير فني كبير زي كونتي، اتوقع ان الطموح السنه الجايه مش هيبقى ان احنا ناخد مركز من المراكز الاربعه اللي عشان نلعب في دوري الابطال. لا، انا بتوقع ان توتنهام السنه اللي جايه ممكن يبقى منافس قوي على الدوري. الاداره كمان وفرت له كل المميزات، حافظت على هاري كين، هو مشروع توتنهام اللي اصلا متمثل قائم على هاري كين. سون وصل اعلى مستوى ليه، فانا بشوف توتنهام السنه الجايه ممكن يبقى منافس قوي على الدوري. مع توتنهام عندنا ارسنال عمل صفقات كويسه جدا، وارسنال عالج المراكز اللي فيها مشاكل عنده. يعني كان عنده مشكله في الباك الشمال، جاب سيتشينكو من مانشستر سيتي. عنده مشكله في المهاجم، جاب جابرييل خيسوس من مانشستر سيتي. مانشستر سيتي وجب معاهم قوي السنه دي في الميركاتو. احنا البريمير ليج السنه دي لا مولع. ارسنال امبارح كسبان اشبيليه 6-0 وخيسوس مسجل هاتريك. عندهم كمان لاعب منتخب انجلترا ساكا، لعيب شاب ووينج كويس ومهاري. احنا رايحين لمطوشه سله مش مطوشه كره قدم بالسكور العالي ده. لا، بس السكور ده عشان وديات. يعني في الدوري الانجليزي مش دايما هتلاقي النتائج دي، لان الفرق ما بتديكش نتائج. لا، فيا ريت ارسنال على فكره من الفرق اللي هي تاريخيا من الفرق اللي بتقدم كره جميله جدا، يمكن بقى لهم فتره الامور مش متظبطه. محتاج دعم في صفوفه ولا ايه؟ ما هو خلاص ده ظبط. يعني محتاج دعم اكتر ولا كده ممكن اللي هو نشوفه بشكل مختلف؟ لا، انا متهيألي هو كده الدفاع تمام. باك شمال جاب كمان صفقه ما اتكلمناش عليها في نص الملعب، فييرا من الدوري البرتغالي. هيظبط نص الملعب كمان مع تشاكا، مع توماس بارتي، لعيب بيقدر ان هو يوصل الكره للثلاثي اللي موجود في الهجوم. فانا شايف ارسنال هو ظبط، هو معاه دلوقتي اله تهديفيه. جابرييل خيسوس ما كانش واخد فرصته قوي مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، مع ارسنال اعتقد هيظهر اكتر، وده اللي باين من الوديات. هل التحدي بقى امام ارتيتا وارسنال ان انت تنقل اللي انت بتعمله في الوديات ده وعلى ارض الواقع؟ هم ارسنال الموضوع ده لانه زي ما انت قلت السنه دي موضوع مختلف. بس انا عايز اسالك سؤال سريع الاول على صلاح، بعد كده نروح. احنا عندنا محترفين تاني زي كنا بنتكلم، اسماء كتير برضو محتاجين نتكلم عليهم سريعا. صلاح شفنا صوره ليه على السوشيال ميديا في جهاز غريب اسلاك كده، اتكلمنا عن الصوره دي. وعايز اسالك على عقليه محمد صلاح. عقليه محمد صلاح مختلفه، يعني في حريفه كتير ولاعيبه كتير جدا موجودين بره، بس عقليه محمد صلاح مختلفه. طبعا اكيد، هو دايما بيشتغل على نفسه. يعني هو لما جه يتكلم يعني بعد ماتش امبارح وهو كسبان كل البطولات اللي موجوده في انجلترا، قال لك خلاص دي بدايه كويسه للموسم. صحيح. احنا بنسعى ان احنا دايما نكسب كل الماتشات، ودايما اللي بيساعده في ده مدرب ذكي زي يورجن كلوب. دايما بيخفف الضغط على اللعيبه بتاعته، دايما يقدر يستغل الامكانيات بتاعه اللعيبه، يقدر ان هو يوظف اللعيب بشكل كويس. احنا شفنا صلاح من وقت ما كان موجود مع روما في 2017 كان عنده مشكله في الفينش بتاع الاهلي، يعني كان بيجي له فرص كتير بس ما يقدرش ان هو يفنشها في المرمى. النهارده صلاح من احسن اللعيبه اللي بتفنش الكور، من احسن اللعيبه اللي شغاله على فكره الاهداف. عنده واحده حركه بيعملها دايما اللي هو يعدل على شماله ويحطها في، انت خلاص اول ما بيعدل الكره على شماله انت خلاص بتقول جول. يعني المهارة الفردية كمان، صلاح ما كانش من اللعيبة اللي هي ياخد الكرة عدة واحد على واحد، النهارده بنشوفه هدف عالمي في مانشستر سيتي السنة اللي فاتت. صحيح. كل العالم بيشتغل على نفسه، يعني خلينا نقول اللي هو عنده قدرة اللي هو تحليل الذات، وبيقف قدام المراية بيواجه نفسه، أنا ينقصني 1 2 3، وبيبتدي يطور من نفسه. رغم إنه ممكن ما يعملش كده، ممكن يقول لك أنا محمد صلاح. أنا هي دي اللي بنتكلم عليها. ننتقل بقى محمد صلاح عشان نلحق نتكلم عن أسماء تانية. عندنا مصطفى محمد، عندنا عمر مرموش، عندنا أسامي كتير جدا. مصطفى احنا اتكلمنا عنه شويه، انه عنده النهارده سوبر والراجل بيتكلم عنه كويس، اتوقع ان هو يبدا بشكل اساسي، لكن فرصه ان هم يكسبوا النهارده صعبه. فرقته فرقه من الفرق اللي زي ما قلت لك السنه اللي فاتت كانوا فنشين المركز التاسع،
بوجود مصطفى محمد ممكن يبقى ان شاء الله ياخدوا مركز اعلى شويه وتبقى محطه لمصطفى، لان مصطفى برضه انا شايف من اللعيبه اللي تستحق جدا تتواجد في دوري قوي زي الدوري الانجليزي، واضافه برضه للمنتخب ان الراجل يلعب لانه كان مظلوم برضه في تركيا ما كانش واخد فرصته كويس قوي. ففرصه ان انت موجود في فرقه ما عليهاش ضغوط جماهيريه قوي ترجع بمستواك، ترجع مصطفى محمد اللي احنا عارفينه من سنتين ثلاثه، يعني مصطفى محمد من اللعيبه الهايله جدا. مرموش امبارح انا مبسوط جدا مرموش، لان مرموش برضه من اللعيبه اللي هي اتحط عليها ضغط كبير قوي وقت مشاركته مع المنتخب، لما الراجل جابه وقال لك انت جبت الجون مش معروف، لا الجون كمان في حكايه وحدوته، لان هو اصلا عمر من اللعيب اللي ما بتلتحمش في الكرات الهوائيه، فده جديد بالنسبه لي، يعني اللي هو عمر عارف ان هو بيلف ويلم ويشوط فجون، فلكن النهارده بتشوف ان هو كمان هدف قاتل، ده هو كان عايز يمشي اصلا من النادي عمر، انه قال لك الراجل ما بيلعبنيش بتاع امبارح، لعب الماتش كله ولغايه الدقيقه 94 بيرتقي في زي ما انت شفت كده بيسجل، فانا بالنسبه لي دي حاجه جديده، تطوير اللي كنا بنتكلم عليه من شويه من صلاح، ان انت مش لعيب بس، يعني عمر مع المنتخب كان هو انت عارف ان هو وينج وبيضم وبيشوط لان رجله قويه، لكن انت تخش تلتحم ده انت بتطور نفسك، وده لازم كل لعيبه تعمله دلوقتي، لان انت لو ما طورتش من نفسك هيجي حد تاني ياخد مكانك، مفيش حد بيقف مكانه، لو فضلت واقف مكانك ده معناه انت بتتراجع لورا. بالظبط، احنا صحيح ان احنا عندنا عدد لا باس به الحمد لله من المحترفين، لكن احنا ما زلنا محتاجين يبقى عندنا عدد اكبر من كده دايما، يكون عندنا دايما لعيبه كمان، يكون عندنا صف اول وتاني وتالت، وده اللي احنا بنطمح ليه. نشكرك طبعا جزيل الشكر نقد رياضي عطيه عبد الخالق، نورتنا بصباح الخير يا ربنا يخليك، شكرا يا جماعه، مبسوط ان انا كنت معاكم، نورتنا عطيه، شكرا ابو حميد حبيبي. شاهدينا التاسعة صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف، اتفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وعدد من المسؤولين، حيث تناول الاجتماع متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، كما وجه الرئيس السيسي بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف، وذلك لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان. اختتم مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الثالث بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمناقشة عدد من القضايا والمحاور الاجتماعية الرئيسية، وثمن المجلس قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم متطلعا للمزيد. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاجتماعي، حيث تم التوافق على 5 قضايا رئيسية تتضمن التعليم والصحة والقضايا السكانية وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية، حيث تم إنشاء 5 لجان فرعية لكل منها. واستعرض المجلس خلال اجتماعه ما تم التوصل إليه في الجلسة السابقة من تحديد قضايا المحور السياسي، والتي تضمنت إنشاء 3 لجان فرعية تختص بمباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان. وحدد مجلس الأمناء الأربعاء المقبل موعدا لعقد الاجتماع الرابع بهدف استكمال قضايا المحور الاقتصادي. تقدمت مصر في بيانات عن وزارة الخارجية بخالص التعازي وصادق المواساة لكل من الإمارات وباكستان والولايات المتحدة في ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق من تلك الدول وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات. وأعربت مصر حكومة وشعبا عن صادق تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين، مؤكدة على وقوفها مع هذه الدول في هذا المصاب الأليم. كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة في إيران وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات بين المواطنين. أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية أندي بيشير
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة في الولاية إلى 25 شخصا، وأضاف إلى أنه من المحتمل أن ترتفع حصيلة الضحايا الأكثر من ذلك. وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة غير مسبوقة في 13 مقاطعة في شرق كنتاكي، وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثرها حالة كارثة طبيعية، وأرسل تعزيزات فيدرالية لدعم المناطق المتضررة من العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية وانزلاقات التربة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن حكومته أمرت بالإجلاء الإلزامي للسكان في منطقة دونتسك بشرق البلاد التي تشهد قتالا ضاريا مع روسيا. وقال زيلينسكي إنه كلما غادر المزيد من السكان منطقة دونتسك الآن قل عدد الأشخاص الذين سيكون لدى الجيش الروسي وقت لقتلهم، مضيفا أنه سيتم منح السكان تعويضات. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن مئات الآلاف ما زالوا يعيشون في إقليم دونباس حيث يحتدم القتال. ختام موجز التاسعة، فاصل نعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ونروح لدراسة اقتصادية مهمة انتهى منها اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة. الدراسة دي خاصة بالتوسع في زراعات غابات المانجروف على سواحل الدول الإفريقية المطلة على البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي. ليه؟ للتأقلم مع التغيرات المناخية. بتعتبر أول نموذج عملي تم تطبيقه في مصر لخدمة التعاون الإفريقي والدولي. خلونا نقرب من الصورة أكتر ونعرف تفاصيل أكتر من الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين. صباح الخير يا دكتور. أهلا، صباح النور، تحياتي لحضرتك. أهلا بيك يا دكتور. دكتور، في البداية عاوزين حضرتك تشرح لنا يعني إيه هو المشروع ده وأهميته، لأن هو بيعتبر زي ما قلنا نموذج إفريقي للتعاون ما بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي لمكافحة التصحر. خلينا أقول لحضرتك إن الاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ده مجتمع مدني تم تأسيسه في مدينة السلام شرم الشيخ في فبراير 2020، يعني تقريبا من حوالي سنتين، برعاية ومواطنة كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هدف هذا الاتحاد ان هو يضم المنظمات الزراعية والمرأة الريفية وشباب الزراعيين في الدول الأفريقية، وبالتالي كان مهم جدا ان احنا ناخد الدعوة لإطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمات المجتمع المدني عشان تساهم في الإعداد والمشاركة في مؤتمر قمة المناخ اللي مصر هتستضيفه في شرم الشيخ نوفمبر القادم بإذن الله. وعشان كده عقدنا المؤتمر بتاعنا في شرم الشيخ من 25 ل 27 يوليو الحالي، وكان المبادرة بتاعتنا هي الأحزمة الخضراء وحماية الشواطئ. انطلقت من التجربة المصرية اللي نفذتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية لاستزراع غابات المنجروف في بعض المناطق على ساحل البحر الأحمر. غابات المنجروف دي غابات مهمة جدا، مسؤولة انها تمتص جزء كبير من غازات الكربون المسؤولة عن الاحتباس الحراري، مسؤولة عن حماية الشواطئ لانها بجزرها بغاباتها بتعمل عملية حماية للشواطئ، بيئة حاضنة ايضا للاسماك وتنمية الثروة السمكية خصوصا اسماك القشريات لان بتقبل بيئة الحاضنة للمنجروف. التجربة التطبيقية اللي مصر نفذتها وأثبتت نجاحها على مدى الأربع سنوات الماضية دي ادتنا مؤشر إيجابي لأن شارك فيها ثلاث جامعات، مراكز البحوث، محافظة البحر الأحمر، جهاز شؤون البيئة، العديد من الشركاء التنمية شاركوا في هذه المبادرة اللي نفذتها مصر. وبالتالي لما عرضنا على شقانا الأفارقة المبادرة اللي كان المؤتمر ده حضروا الرئيس وأمين الاتحاد والأمناء المساعدين وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الاتحاد من الدول الأفريقية وخبراء ومختصين، فبالتالي كان لابد أن احنا يبقى فيه مبادرة تنطلق من التجربة اللي نفذتها الدولة المصرية على المنجروف، وبالفعل تم التوافق عليها من الناحية التنفيذية ومن ناحية التمويل ومن ناحية آليات التنفيذ، وهتتم على ساحل البحر الأحمر، مصر والسودان ودول القرن الأفريقي وأيضا في غرب أفريقيا. دكتور، حقيقة أنه هذه التجربة أو الدراسة أو البحث اللي تم تناول مبررات اقتصادية لتوجه نحو التوسع في مشروعات زراعة المنجروف ده طبعا نظرا لأهميته اللي حضرتك ذكرتها، بس هل ده معناه أنه هذه الدراسة
بتساعد على التأقلم على او مع التغيرات المناخية؟ لأي مدى هذه الدراسة تساعد على التأقلم مع قضية التغيرات المناخية؟ بص حضرتك، الدراسات العلمية، ودي دراسات علمية، اثبتت ان غابات المنجروف بتمتص غازات الاحتباس الحراري 4 أضعاف الغابات الاستوائية. في غابات في افريقيا بتمتص الكربون، وشفنا حرائق الغابات اللي تمت في بعض البلدان الدول الفترة اللي فاتت، وبالتالي لما يبقى عندي مساحات من المنجروف على السواحل الأفريقية دي بتعمل على امتصاص جزء كبير من غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي بتخفف من أو تتكيف مع التغيرات المناخية، بجانب حمايتها لعمليات الشواطئ من عمليات المد والجزر. انت عارف حضرتك ان حتى دلوقتي عندنا في شمال الدلتا وزارة الري بتقوم بمجهودات عظيمة لعمل مصدات عشان عمليات النحر على الشواطئ، وبالتالي لما يبقى عندي حماية طبيعية من غابات طبيعية بتكون التكلفة بتاعتها اقل، بيكون لها عائد بي وعائد اقتصادي اكبر. نعم، بمناسبة التكلفة الأقل خلينا نروح للجدوى الاقتصادية، لأن التقديرات الأولية لهذا المشروع من الناحية الاقتصادية والبيئية بتقترب تكلفته يعني أو بتقارب أكثر من 100 مليون دولار. إيه هي العوائد بقى اللي هيحققها المشروع ده، وهتتحقق بنسبة كام في المية وخلال قد إيه؟ بص حضرتك، الدراسة الجدوى والتكلفة المالية اللي احنا مقترحينها دي في بعد بيئي كبير جدا ما تقدرش تحسبه اقتصاديا، ولكن بتقدر تحسبه من ناحية حماية الشواطئ، من ناحية البعد المتعلق بحضانات الأسماك تحت غابات المنجروف، وبالتالي ده بعد بيئي هام جدا، حماية الشواطئ وامتصاص الكربون. صحيح. البعد الثاني الاقتصادي انه كل اهالينا اللي عايشين حوالين غابات المنجروف، سواء كان في بعض مناطق البحر الأحمر زي موجود عندنا في سفاجة أو في حماطة أو في القلعان إلى آخره، وبالتالي لما أنت بتقيم لهم بعض المشروعات الصغيرة على هذه الغابات زي تربية نحل العسل، دي مشروعات صغيرة بتحسن من وضعهم الاجتماعي ووضعهم الاقتصادي في هذه المناطق. في بعد اقتصادي كبير جدا، في بعد بيئي ما بنقدرش نقيسه ونقول قد إيه تكلفته، إنما زي ما بوضح لحضرتك إنما هذا المشروع من المشروعات ما يطلق عليها الاقتصاد الأخضر وايضا الاقتصاد الازرق، لانها في داخل الميه، لان كل الزراعات وكل هذه بتتم داخل الميه. خارج الميه دلوقتي بنفكر ان احنا نزرع بعض النباتات الملحيه المتحمله للملوحه، ايضا بعض النباتات لانتاج الزيوت وانتاج الاعلاف، هتبقى متاحه ايضا لزراعات المنجروف على الساحل. طيب دكتور، خلينا نعرف من حضرتك برضو، المشروع ده او الدراسه دي الحقيقه انه في ليها هدف وليها بعد زي ما حضرتك قلت بيئي وبعد اقتصادي وبعد اجتماعي ايضا، ايه العوامل المفروض او الظروف المفروض توفرها مصر لزراعه المنجروف، وايضا ايه العائد اللي هيكون على مصر تحديدا ان كان بيئيا اقتصاديا او اجتماعيا؟ شوفي، خلينا اقول لحضرتك ان التجربه المصريه اللي نفذتها دي بتمويل حكومي خالص تماما خلال 4 سنوات الماضيه، بتمويل كان من اكاديميه البحث العلمي وبينفذه وزاره الزراعه بمستلف مركز بعوث الصحراء. لما طبقنا هذه التجربه على مدى ال4 سنوات، عايز اقول لحضرتك النهارده لو حد دخل على الاقمار الصناعيه بيشوف حجم المنجروف كان من 10 سنين قد ايه في مصر، والنهارده يشوف التوسع في غابات المنجروف قد ايه، وبالتالي زادت المساحات حتى من صور الاقمار الصناعيه اللي بتوضح قد ايه التوسع في هذه الغابات. انت لما تتوسع في غابات المنجروف في بعد سياحه بيئيه هام جدا. عايز اقول لحضرتك ان محميه راس محمد ومحميه نبق لما السياحه كانت شغاله، وايضا في محميه وادي الجمال، كان تقريبا بيخش حوالي 500 مليون دولار من السياحه البيئيه المتعلقه بالمنجروف، لان السائح بيدفع تذكره وبالتالي بيدخل داخل غابات المنجروف بيقضي يوم بيستمتع. ففي بعد سياحي كبير جدا لغابات المنجروف سواء على ساحل البحر الاحمر او في محميه راس محمد في جنوب سيناء او نبق في جنوب سيناء. صحيح. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور السيد خليفه نقيب الزراعيين. طيب نروح لموضوع اخر، والحقيقه انه واضح انه انظار الاثريين خلال الفتره اللي جايه هتتوجه لمنطقه ابو صير الاثريه في البدرشين بعد شهر واحد من كشف مقبرة قائد الجنود الأجانب في مصر. ده امبارح كمان أعلنت وزارة السياحة والآثار عن كشف جديد يعتقد أنه لأحد معابد الشمس المفقودة. خلينا نعرف قصته، يعني إيه بقى تفاصيل هذا الاكتشاف من الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة آثار سقارة. صباح الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم عليك وعلى السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. في البدايه خلينا نعرف من حضرتك قصه معابد الشمس المفقوده، الاماكن اللي بيعتقد كمان انهم فيها.
هو طبعا لما هنيجي نتكلم على منطقة أبوصير هي جزء أصيل من منطقة آثار سقارة. شهرة منطقة آثار أبوصير بترجع إلى ثلاث أشياء، وهي أهرامات ملوك الأسرة الخامسة الفرعونية الموجودة في منطقة أبوصير، ثم معابد الشمس، ثم أبار العصر الصاوي أو أبار الأسرتين 26 و 27 اللي هو تم الإعلان عن أحد الكشوفات بها من حوالي شهر تقريبا. معابد الشمس هو طبقا لبردية مستقار ان في اول ملوك الاسرة الخامسة او اوائل ملوك الاسرة الخامسة الست ملوك عملوا ست معابد شمس في منطقة اثار أبوصير. الحفائر اللي تمت في منطقة اثار أبوصير من نهاية القرن قبل الماضي تم اكتشاف معبدين من معابد الشمس، وهما المعبد الاول لاول ملوك الاسرة اللي هو الملك كوسركاف، واخر المعابد اللي هو شهدها الملك نيوسرع، وده هو المعبد الضخم والشهير على الإطلاق في الحضارة المصرية القديمة. شهرة معابد الشمس إن هي بتبقى موازية للمجموعة الهرمية للملوك، ولكن الفرق هنا إن هي بتنتهي بقاعدة وبتبنى عليها مسلة ضخمة، ثم إن المعبد العلوي هو معبد مفتوح على أساس إن عبادة الشمس تتطلب الأماكن المفتوحة. طبعا في هذا الموقع معبد الشمس الملك نيوسرع كشفت عنه البعثة الألمانية برئاسة بورخارت سنة 1895 تقريبا، وحاليا بتعمل البعثة البولندية الإيطالية في الموقع من عدة سنوات لإعادة دراسة هذا المعبد وإعادة نشر علمي. طبعا أثناء التنظيف في المعبد وأثناء التنظيف بين المذبح وحواض المذبح تم الكشف عن مدخل من الحجر الجيري بقاعدة عمودين، وده يعتقد أنه مدخل لأثر موجود قبل بناء معبد الملك نيوسرع. وده اللي بيخلينا نقول دلوقتي أن فكرة وجود مبنى أو معبد قديم أو معبد شمس تم إزالته جزئيا وبناء معبد الشمس للملك نيوسرع. طبعا المعبد المكتشف حديثا أو المكتشف جزئيا حديثا هو معبد أصغر نسبيا، ليه مدخل من الحجر الجيري، ليه قاعدة عمودين، الجدران الداخلية مشيدة من الطوب اللبن، تم العثور على بعض ودائع الأساس من الأواني الرمزية ما تسمى أواني ميدوم، ثم أواني الديرة أو الدير جار، وبعض الأواني ذات الحفة الحمراء، بالإضافة إلى ما تسمى بالمقسيل أو أختام صينية عليها طبعات تحمل الاسم الحوري للملك شبسسكارا، وده من الملوك اللي حكموا فترة صغيرة في عصر الأسرة الخامسة، واللي معلوماتنا عنه قليلة جدا، ومن المحتمل أن هذا البناء أو هذا المعبد الصغير كان يخص الملك شبسسكارا، ولكن طبعا لم يتم الانتهاء من الحفائر بعد، لم يتم تنظيف المعبد والكشف عن الجدران، خاصة أن هناك عائق لأن هذا المعبد يوجد في أي معبد آخر، فإحنا دايما الحفائر في هذه الجزئية بتتم في الجزء الفاضي أو الجزء الذي لا يوجد عليه التشييدات. يعني حضرتك تحدثت عن أهمية هذا الكشف، لكن عاوزين نعرف في بعض القطع الأثرية المكتشفة ممكن تغير في حقائق معروفة، عاوزين نعرف ده برضو. هو اللي بيغير الحقائق المعروفة مش القطع بقى الأثرية، ولكن طبيعة وجود معبد أو مبنى أسفل المعبد. يعني دلوقتي عندنا معبدين، المعبد الكبير اللي هو الملك نيوسرع، الجديد عندنا دلوقتي إن أنا عندي معبد تحت المعبد، عندي مدخل، عندي قاعدة عمودين. فهنا الفكرة اللي هي تخص الأثريين أو علم الأثار بشكل عام، إن احتمالية وجود معبد شمس من المعابد الأربعة المفقودة أسفل معبد الملك نيوسرع. القطع الأثرية اللي تم اكتشافها هي بتدعم الاكتشاف. إيه هي القطع الأثرية اللي تم اكتشافها يا فندم؟ تم اكتشاف مجموعه من الاواني الفخاريه اللي هي بتسمى ودائع الاساس الموجوده في المعبد، لان اي مبارك او معبد بيتم تشييده في الحضاره المصريه القديمه بيتم وضع ودائع اساس في الاركان الاربعه للمعبد. هذه الودائع بتختلف من مكان الى اخر، احيانا بيبقى فيها بعض القطع الاثريه او الاخدام او الجعرين او بعض القطع من الفخار. هنا تم الكشف عن مجموعه من أواني فخار وأواني البيرة، وتم العثور على جزء كتل من الكوارتز، وده برضو من الأحجار اللي كانت محبوبة جدا في تشييد معابد الشمس. ودي اللي أكدت اللي هو تابع لمعابد الشمس.
اللي اكد لنا المدخل الموجود اسفل المذبح اسفل احواض الكرابين الضخمه، يوجد مدخل ضخم من الحجر الجيري الجيد وفي قاعده عمودين موجودين، معنى كده ان كان في بوابه ضخمه في هذا المكان، كان في عمودين من الحجر الجيري موجودين في بهو المدخل. فطبعا لما الملك نيوسرع عمل المعبد بتاعه ازالوا جزئيا المعبد القديم وشيء واستخدموه كاساسات للمعبد الجديد، يعني ما بين المعبدين هنقول فتره مثلا تعادل اكثر من 50 سنه تقريبا. نعم. وهل لسه العمل مستمر يا دكتور في هذه المنطقه ولا كده خلاص يعني تم العمل؟ لا لا، هو لم ينتهي العمل بعد، هو ده اعلان جزئي عن الكشف. ما زالت البعثه تعمل ولكن لا تعمل البعثه طوال السنه، هي بتشتغل حوالي شهرين او ثلاثه خلال الموسم. هي بتبقى زي مواسم يا فندم. يمكن كمان الموسم الماضي الحقيقه كان موسم غني بالاكتشافات الاثريه، لو حضرتك تكلمنا عنها طبعا بايجاز. هو طبعا من اهم الاكتشافات الاثريه في الفتره الاخيره، احنا قلنا في المقبره البئريه الموجوده في ابو صير للجنرال قائد القوات الاجنبيه هو حبيب رعمن، ودي تبعد عن الكشف الحالي بحوالي 2 كيلو تقريبا. ده كان بير ضخم ووجد بعض القطع الاثريه وتابوت من البازلت يحمل اسمه، وبالاضافه الى تماثيل الاوشكي. من حوالي 30/5 تقريبا تم الاعلان في منطقه سقارة ايضا عن كشف كبير لخبيئه من القطع البرونزيه في منطقه سقارة في حفير البوبطين دراسه الدكتور الامين العام. تم الكشف عن اكثر من 200 قطعه من البرونز، تم الكشف عن تمثالين في حاله جيده جدا من الخشب للنائحات زيس ونفتيس وهم اقدم نائحات في مصر القديمه. تم الكشف ايضا عن مجموعه من التوابيت الخشبيه، تم عرض اكثر من 35 تابوت في ذلك الوقت من حوالي اكثر من 200 تابوت تم الكشف عنها. يعني اكيد يوم بعد الثاني في كشوفات اثريه بتقول تفاصيل اكثر في حياه المصري القديم. دكتور محمد يوسف عويان مدير منطقه اثار سقاره، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. في الحقيقه لسه متحدثين معاك وبنتحدث معاك تحديدا عن موضوع التغيرات المناخيه لما له من اهميه وتداعيات بتتماشى وتتواكب مع تنظيم مصر لمؤتمر تغيرات المناخ كوب 27. جامعة حلوان شاركت في ورشة عمل، ورشة العمل دي عن تداعيات التغيرات المناخية على التصحر في الأراضي المصرية. الورشة أصدرت عدد من التوصيات الخاصة بتعزيز البحث العلمي لمواجهة التصحر، وكمان أهمية زيادة معدلات التشجير والغطاء النباتي والاستخدام الأمثل للموارد المائية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الورشة من خلال الدكتور خالد القاضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. خليني سعادتك في البداية أصحح معلومة. إحنا ورشة أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، دي الورشة الأولى اللي كانت في مقر جامعة حلوان بداخل كلية الاقتصاد المنزلي. صحيح، وده جانب هام جدا من التغيرات المناخية. معلش يا دكتور أحمد بيه. وبعدها عقدنا ورشة أخرى بالتعاون مع مؤسسة مليون شاب للتكيف المناخي ومكتبة القاهرة الكبرى، هي الورشة كانت تخص التصحر وآثار مختلفة وكيفية مواجهة التصحر على التغيرات المناخيه. يعني احنا بصدد هنا ورشتي عمل، ورشه خاصه باثرها على المواد الغذائيه والتصحر. باول ورشه عن اثر التغيرات المناخيه على الامن الغذائي. نعم. وبعدها انطلقنا من داخل الكليه الى عمل عديد من الورشات من ورش العمل خارج الكليه بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد النوعي للمناخ وغيرها، واطلقنا مبادرات اهم مبادرات هي المبادرات الوطنيه لتغير المناخ من داخل الجامعه. نعم. بالتنسيق مع اكثر من. طيب دكتور، عاوزين نتكلم على اهم التوصيات اللي خرجت من الورشتين بقى هنا، سواء كانت الامن الغذائي او التصحر. عظيم. هي الامن الغذائي كان بيتناول محاور عديده، هو اثر التغيرات المناخيه على الانتاج الزراعي، الانتاج النباتي. نعم. تناول الاثار المختلفه على الانتاج الزراعي بانواع مختلفه من محاصيل حقليه ومن محاصيل بستانيه فاكهه وغيرها، محاصيل النبات الطبيه وخلافه. نعم. هذا التغير المناخي سواء كان في درجه حراره او رطوبه او خلافه، ازاي اثر تاثير خطير جدا على الانتاجيه وعلى جوده المحصول. وبدانا نصل الى مجموعه من النقاط اتفقنا عليها، تشكيل لجان اسمها لجنه خبراء البيئه. هذه اللجنه بتستقبل المشروعات الخاصه بالانتاج الزراعي من حيث التكيف وليس التخفيف، حاجه ثانيه التكيف، ازاي ممكن نستنبط سلالات زراعيه
سواء هذه السلالات في الانتاج في المحاصيل الحقليه او محاصيل الخضر او فاكهه او خلافه مقاومه للتغيرات المناخيه. ايضا استنبطنا اخذنا محور ثاني على الانتاج الحيواني بنفس التاثير، لان التغيرات المناخيه لا تؤثر فقط على الانتاج النباتي، تؤثر على كل مناحي الحياه، على الانتاج الحيواني. وبرضه وصلنا الى لجان متخصصه بتستقبل المشروعات سواء كانت من الجامعات او سواء كانت من المراكز البحثيه او كانت من المؤسسات الوطنيه المختلفه، وهذه ايضا تناقش انتاج سلالات حيوانيه متكيفه مع التغيرات المناخيه تدينا انتاجيه عاليه وجوده عاليه ايضا. طيب يا فندم، يعني بعد الخروج بهذه التوصيات ايه اللي بيحصل بعد كده، وازاي الطلاب بيشاركوا كمان للخروج بهذه التوصيات؟ ازاي الطلاب بيقدروا ان هم يشاركوا في هذه ورش العمل؟ استاذ جمانة، لو هذا العمل عمل منسق تماما مع الجهات الخارجيه خارج الجامعه من مؤسسات مختلفه ومن مراكز بحثيه. احنا زي ما قلت من شويه، احنا عملنا لجان خبراء البيئه في كافه التخصصات، اساتذه من كافه الجامعات، نستقبل مشروعاتنا سواء للطلاب او مشروعات موجوده في المراكز البحثيه. هذه المشروعات اللي تم تجربها بالفعل، يعني مش لسه بس هنعمل هذه المشروعات، لا، هذه المشروعات ولكن محتاجه دعم لكي يتم فيها تطوير او تكراريه علشان نستقبل الاستمراريه عشان نقدر نكمل كمان. نعم يا فندم. اتفضل. الاستمراريه يا فندم، من اجل الاستمراريه. للاستمراريه وكمان عشان نقدر نقدمها في مؤتمر الاطراف كوب 27 ان شاء الله في سبتمبر، ان شاء الله في نوفمبر القادم ان شاء الله من 7 الى 18 نوفمبر باذن الله. لانه صحيح. طبعا عارفين انه هيبقى ماراثون كبير جدا لجميع دول العالم. اذا لم تكن هذه المشروعات مشروعات ناجحه ونماذج ناجحه لن ينظر اليها، واحنا صحيح. عارفين طبعا العالم كله النهارده في مشكله كبيره جدا، ازمه اقتصاديه عالميه، ثلاث أزمات متلاحقة من كورونا ثم تغيرات مناخية مستمرة ثم الحرب روسيا وأوكرانيا المستمرة، فما فيش فلوس هتدفع إلا في مشروعات لها دور هام جدا سواء في التخفيف أو في التكيف. صحيح، ودي يمكن فرصة كبيرة لتقديم مثل هذه المشروعات، مش هقول بقى لمصر بس، للعالم ككل، لالتفاف العالم حوالين هذه المشروعات لما تقدمه من يعني مواجهة للتغيرات المناخية. الدكتور خالد القاضي مستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من صباح الخير يا مصر. اتفضل. بنرحب بحضراتكم مرة تانية. بما ان احنا في فترة بقى خلاص فصل الصيف، ناس كتير جدا بتستغل هذا الفصل عشان تقلل وزنها، تاكل اكل صحي، خاصة انه في الصيف بيكون في بقى فواكه كتير جدا فيها كمان كمية مية كبيرة، وفي فواكه بتساعد على حرق الدهون بشكل سريع، كمان بتمد الجسم بالطاقة لانه بيكون فيها الياف ومضادات للاكسدة وفيتامينات، ده بيقلل طبعا بشكل كبير جدا من الشعور بالجوع. خلينا نعرف ازاي ممكن نقلل وزننا وازاي كمان نقدر ناكل اكل صحي في الصيف من الأستاذة هبة أنور خبيرة التغذية العلاجية. صباح الخير عليكي، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح الفل، ازيكم؟ صباح الخير، اهلا بيكي. في البداية كده، احنا في الصيف في ناس بتعتمد على فكرة الحركة كتير وما بتعتمدش قوي على دايت بلان. دايت بلان يعني مش شرط تكون حاجة تخسس، بس طريقة أو نمط للأكل. خلينا نعرف من حضرتك ايه النمط الصحي للأكل في الصيف. اوكي، مبدئيا أول حاجة محتاجين نأكد عليها ما ناكلش وننام. ده صيف وشتاء متهيألي، لان صيف وشتاء، بس في الصيف عشان بنسهر فعاده بيبقى في بقى مغريات بالليل، تقول طب حته فطير هنا، طب طبق رز بلبن هنا، وبعدين ادخل انام، فدي حاجه قاتله. يعني مجرد ان دكتور هنا في ناس بتقول يعني لو انا هعمل صيام متقطع مش هيفرق معايا اللي انا اكلت ونمت على قد ما عدد الصيام ساعات الصيام. لا لا، انت حضرتك لو هتعمل صيام متقطع برضو محتاج ما تاكلش قبل النوم بفتره معينه. الفكره كلها انه الجهاز الهضمي بيحتاج وقت معين عشان يهضم، صحيح، واثناء النوم علشان تستفيد جسم حضرتك يستفيد من النوم، لان الجسم بيعمل لنفسه ريجينريشن في فتره النوم، محتاج يبقى ما بيعملش جوب تانية. فالاكل اللي ما تهضمش ده ما هو هيتعب الجهاز الهضمي، وحضرتك تصحى الصبح تعبان. يعني اكل قبل ما انام بقد ايه؟ 3 ساعات. يعني ماكسيمم نسيب بريك بين اخر وجبه وبين النوم 3 ساعات. محتاجين كمان حاجه من الحاجات اللي هتساعدنا جدا ان احنا نبقى محافظين على اللايف ستايل من غير ما نبقى عايشين في حرمان، ان احنا نمبر 1 نظبط الوجبات تبقى في مواعيد محدده على قد ما نقدر،
مجرد تظبيط الوجبات ان هي تبقى في نفس الوقت او على مدار الساعة على خلال اليوم على خلال الايام الاسبوع دي هتفرق، لان الجهاز الهضمي يور سيستمايزد ان هو ده الوقت اللي انت بتهضم فيه، هو ده الوقت اللي مثلا تعود خلاص خلاص بيبقى فيه تعود، فالتعود ده بيخلي الهضم ينتظم ودخول التواليت ينتظم والجوع ينتظم لان هو مش متوقع اكل طول النهار، هو متوقع اكل في فترات معينه. دي حاجه. تاني حاجه ان احنا مثلا طبعا الصيف فيه ايس كريمز وفيه حاجات كثيره مغريات واحنا متعودين ناكلها في الصيف ومش هينفع ما ناكلهاش، بس هو الاختيار بقى امتى هياكلها ده برده هيفرق قوي. لو هنفسي ديفينتلي الكميه مش هفتري فيها، بس امتى هاكلها؟ يعني اما انا باكلها الصبحيه الجسم بيبقى بيحرق، وزي حضرتك قلتي ببقى بتحرك وبعرق والجو حر، فجسمي is exerting effort، فكل ده بيساعد ان هو يبقى بيحرق اللي داخل له. فلو انا نفسي في حاجه حلوه هسيفت للصبح وهاكلها بعد الفطار في السناك بتاعت الوقت الظهير. في الصيف مع انه حاجه يعني ما بتحصلش ان الناس تصحى بدري، بس هو it is recommended ان احنا نصحى بدري علشان نلحق جسمنا نشرب ميه كفايه، لو صحينا متاخر مش هنشرب ميه كفايه. نمبر 2 ان احنا محتاجين نلعب رياضه. الميه بتساعد على الحرق؟ مش فكره بتساعد على الحرق، هي كل حاجه بتسهل عمليه الهضم فهي بتخلي الجسم الميتابوليزم بتاعه كويس. طب انت عارف ان احنا دلوقتي في شهور الصيف والكل مقبل على السفر للمدن الساحليه، فورمه الساحل زي ما بيقول، عاوزين بقى ورقه وقلم كده الناس تكتب ورا حضرتك ايه الاكل اللي ياكلوه علشان يستعدوا اللي هم يسافروا بشكل يعني أوكي. سلام شويه يعني. حلو. طيب اول حاجه اما نصحى الصبح محتاجين نكسر الفاست بتاع البريكفاست بتاعنا يبقى متدرج. اوكي. فاما نصحى الصبح محتاجين نشرب حاجه مرطبه وفي نفس الوقت تدعم صحه الجهاز الهضمي بتاعنا تساعد الهضم. فلو ما عندناش مشكله مع الليمون نشرب مثلا كوبايه ميه عليها عصره ليمون، ممكن نحط عليها عسل، ممكن في مرحله متقدمه نحط عليها ميه عاديه معلقه خل تفاح. دي بتفرق بقى ديبندز على الشخص نفسه. يعني في ناس بتفضلها سخنه وفي ناس بتحبها بروم تمبريتشر ان هي بدرجه حراره الغرفه. وبعد كده نتحرك شويه نلعب شويه رياضه حتى لو ربع ساعه او 10 دقائق، وهم احسن من ما فيش. ومش هنعتبرهم ان هم دول الرياضه بتاعت اليوم، احنا هنعتبرهم ان احنا بس بنفوق. اوكي. فالتفويقه بتاعت الصبحيه دي بتساعد الجسم ان هو يبقى نشيط، ما يعتمدش قوي على الكافيين علشان يفوق، لان هو الحركه والرياضه دي بتظبطه، بلس ان هي بترجليت الهرمونز. فنلاقي ان النشاط بتاعنا عاده مع الصيف ومع الحر بنلاقي ان احنا على طول همدانين وحرانين وعايزين بقى نشرب شويه مياه غازيه عشان نفوق، نشرب شويه كافيين عشان نفوق، ناكل حاجه عشان نفوق. فعلشان ما نتحطش في التحدي ده محتاجين ان احنا نبقى بنعزز القدره حابب تتعمل الصبح بنعزز قدره جسمنا الطبيعيه الربانيه ان هو يفوق. اوكي. فهنفطر بترف ان احنا ما ناكلش مثلا فول، الفول مش من الحاجات اللي ريكومندد في الصيف. لا ثانية واحدة عشان دي دي صدمة. احنا بنصحى نفطر فول معروفة، يعني في الصيف يفضل ان احنا ما نفطرش فول اصلا. علشان هو حاجة تقيلة وفيها هيت جامد، سخنة قوي. فالحاجات المبردة هتكون افضل. ففي ناس مثلا بتفضل ان هي تفطر فاكهة. وبعد كده تبتدي مثلا تاكل الساعه 12. طب دي حاجه صحيه؟ دي حاجه كويسه as long as ان هي بتاكل فاكهه بتوازن. حلوه قوي. ممكن يعني تاكلها او تشربها في صوره مشروب سموذي معاه بقى خضار وحاجات. اخبار المانجا ايه في الفاكهه دي؟ مفيش مشكله في المانجا، مفيش مشكله as long as الانسان ده ما عندوش مشكله من المكونات بتاعت المانجا. اوكي. فالشخص بيبقى عارف. في البعض بيقول ان هي بتتخن. هو الفاكهه بتاعت ربنا كلها فيها سكريات طبيعيه. زي ما قلت لحضرتك، بس الفكره هناكلها امتى وهناكلها قد ايه. يعني كمان فيها املاح، فيها مشكله ما هي لو الشخص عنده مشكله مع الاملاح جسمه بيرياكت بيلاقي انه صوابعه ورمت رجليه ورمت خلاص هيبقى فاهم ان المانجا هاكل منها قليل قوي او هتجنبها علشان دي طبيعتي الانفراديه. لكن في العموم لو هنتكلم في العموم الفاكهه كلها مفيش عليها اي تحفظات. طبعا في فواكه فيها مستوى سكر قليل وفي فواكه فيها مستوى نسبه سكر عاليه، دي حاجات متفق عليها زي العنب وزي التمر وزي المانجا، دي حاجات فيها سكر عالي والتين
بس اما بنتكلم على لايف ستايل نسب معقوله عادي بالظبط. اما بنتكلم على لايف ستايل ما بنقولش ان في ممنوعات, بنقول ان في ريجوليشن, في حاجات هناخدها وهنبقى عادي تبقى متقننه ناخد... يعني متقننه, وفي حاجات هناخدها ونبقى مطمنين لها اكتر. صحيح. الحاجات اللي فيها سكر اقل هي مثلا الفراوله بالفاميلي بتاعتها كلها, التوت بقى دلوقتي عندنا التوت متاح والناس بقى بتفرز التوت المصري الجميل بتاعنا وبتستخدمه, فالتوت بكل الاشكال بتاعته والفراوله دول حاجات فيهم نسبه سكر قليله. طب البطيخ فاحنا ممكن بطيخ افندم بطيخ البطيخ بطيخ فيه ميه وفيه سكر مرتفع ولا كويس, لو هناخده بمستوى معقول فهو حلو. ممكن كمان يعني في وصفه كده لذيذه قوي انا بستخدمها في الصيف, انه البطيخ يبقى معاه حاجه تانية كولينج, فهتحس ان انت شبعت من حبه قليلين. هو البطيخ لوحده مش كولينج؟ لا يعني حاجه ريفريشنج, ما تبقاش بس يعني مثلا ورق نعناع مع طبق البطيخ او ورق ريحان مع طبق البطيخ, فاحنا كده عملنا ميكس لذيذ, اخذنا ورقيات بشكل يعني سمارت جدا يعني حطيناه دخلناه في حاجه بنحبها بالظبط, فاخذنا الفوائد اللي فيها وفي نفس الوقت ساعدنا جسمنا ان هو يبقى يعني يبقى كولينج فروم ذا انسايد احسن. طب احنا كده لسه في الفطار, في الفطار الشوفان حاجه من الحاجات اللي ريكومندد في الصيف, فالشوفان ده لطيف انه الشوفان ممكن نستخدمه دقيق, ممكن نعمل اللي هي العصيده بالشوفان دي, بنحط الشوفان في الثلاجه من بالليل مع اللبن مع شويه فواكه مع عسل, فيبقى الصبح حاجه زي الزبادي كده بارده. الشوفان انا واحد من الناس لما باخده بحس ان انا بتخن عليه مش بخس. حلو قوي, يبقى حضرتك طبيعتك الانفراديه يعني مش متقبله الشوفان. ما هو في مقوله كده بتقول what makes you fat makes you sick, هي نفس الشيء اللي هو ممكن يكون عامل حضرتك ازمه في الهضم, هي الملاحظه اللي حضرتك قلتها ان هو لا انا ما باكله بتخن, بحس فعلا هي الفكره ان هو مش عشان شوفان حاجه صحيه فهناكل منه بكثره برضو. فكل حاجه محتاجه تبقى في المودريشن معقوله, وفي نفس الوقت نبقى عارفين هنستخدمها امتى. بس اقصد انه لو هنقارن طبق الفول بوصفه معموله بالشوفان للفطار في الصيف فهيبقى ريكومنديشن العامه رايحه ناحيه الشوفان. في بقى ناس هتبقى الشوفان بالنسبه لها مش احسن حاجه, دي حاجة تانية هنحتاج بقى نعمل لها موديفيكيشن مختلف. الزبادي حاجة من الحاجات اللطيفة جدا اللي ممكن ناكلها الصبح, ممكن ناكل الزبادي مع الفواكه, ممكن نحط عليه بذور اللي هي ذات القيمة الغذائية العالية عشان نعلي القيمة الغذائية ونبقى مدعمين ببروتين أكتر, هو أصلا فيه بروتين وفيه دهون, حط معاه شوية ألياف من الفواكه هيبقى وجبة حلوة جدا. ففي الصيف هنحتاج وجبة يا دكتور مش وجبه احنا بناكل الزبادي يعني بعد ما بفطر طبق الفول وتمام اهضم بقى فاخد كوبايه الزبادي. ما هو لو الزبادي دلعناه كده وحطيناه في بول وحطينا عليه الحاجات وبتاع هيبقى وجبه. العين العين هتبقى مش شايفاها علبه زبادي, هتبقى شايفاها طبق زبادي زي ما هي شايفه طبق الفول. صحيح. فالنفسيه هترتاح والعقل مش هيحس ان هو لا انا كده ام ستارفنج, لان هي التشالنج اللي عندنا في الدايت وفي كل التحديات الاساسيه اللي بتواجهنا في موضوع علاقتنا بالاكل ان توصل رساله لعقلنا انه في مجاعه. فلو انا الاكل باكله اون ذا جو بجري فانا مش لاحقه اشوفه واستمتع بيه وامضغه كويس فهيبقى في مجاعه, فهبقى على طول جعان. حتى لو باكل جنك او باكل اي حاجه انا اكلت بس جعان لسه, ليه؟ لانه عقلي ما لحقش يوصل يفرز الهرمون اللي بيقول انا شبعت. ففي الصيف احنا مستعجلين وعايزين نعمل اكتيفيتيز كتيره بس مش ريكومندد ان احنا ناكل اون ذا جو, محتاجين برضو طيب ندي كل فقره يعني نديها نقولها كده للمشاهدين. أوكي. فزي ما نقول بريسكريبشن او روشته كده سريعه, الفطار يفضل 1 2 3 يحصل 1 2 3 اوكي عشان لسه عندنا غدا. أوكي. لسه عندنا عشاء. الفطار يفضل ان احنا ما ناكلش مره واحده, نشرب حاجه الاول ندي فرصه لجهازنا الهضمي ان هو يصحصح, نلعب شويه رياضه عشان الرياضه قبل الفطار كمان هتخلينا من غير ما نعمل اي مجهود نرجليت الوجبه, يعني ما نبقاش داخلين جعانين قوي على الوجبه, وناكل الحاجات الكولينج اللي هي المبرده زي الزبادي زي الفواكه زي الشوفان. اوكي افندم جبن. اوكي الجبن اوكي لو هي مناسبه طبعا, كل ما الجبن في العموم يفضل ان احنا نبعد عن الحاجات المصنعه اللي هي صفراء والحاجات السايحه, كل ما نروح للحاجات اللي لونها ابيض فهي طبيعيه اكتر. الجبنه العاديه خالص, الجبنه العاديه سواء كانت جايه من مصدر بقري او جايه من مصدر ماعز فهي افضل. اللبنه حاجه برضو من الحاجات اللطيفه جدا اللي ممكن نعملها بوصفات كتير. نعم. اوكي وبعدين هنسيب 3 4 ساعات وهناخد سناك,
فالناس اللي فطرت فاكهه هتاكل بقى السناك دي، ممكن تاكل فيها بقى حاجه مختلفه، ممكن تاكل فيها شوفان، ممكن تاكل فيها بانكيك، ممكن تاكل فيها طبق سلطه، يعني في فرايتي. الخضار ممكن ان احنا نستخدمه ان هو كمان كسناك، يعني ان احنا لما نقطع الخضار كده يبقى سلس لينا وللولاد الصغيرين، وان هو يبقى في دب مثلا من الزبادي، في دب من الحمص، يعني متغمس بحاجه، فدي هتبقى وجبه لطيفه جدا ان احنا ناخدها كسناك، سواء ان احنا كنا في بيتنا او احنا في المصيف. لطيفه ان احنا ناخدها. وبعد كده الغداء بعد 3 ساعات؟ لا بعد 3 ساعات هناخد بقى سناك. لا انا بتكلم من السناك للغداء. الغداء بقى عاده في الصيف بناكل مثلا مع المغرب. فاحتمال في الحالة دي ان احنا نحتاج ناكل اثنين سناكس، ممكن تبقى سناك شرب مثلا كوباية سموذي او كوباية مثلا شاي اخضر او كوباية اي حاجة معها شوية مكسرات، فدي هتبقى سناك. والسناك التانية زي ما اتفقنا يبقى فيها خضار مع دب. قد ما نقدر ان احنا يعني نبعد عن السكر المصنع هنبقى كسبانين. يعني هو عموما يا دكتور زي ما كنا بنتكلم معاكي قبل الهوا، في الصيف الجو بيبقى اصلا حر، جسمنا احنا كمان بيكون سخن، فنحاول ناكل الاكل شويه بارد. البارد او المبرد زي السلطات، زي ونحط معاها بروتينز طبعا بالزبط. نبعد عن الحاجات المقليه على قد ما نقدر، الكاربس حتى الكربوهيدرات على قد ما نقدر، على قد ما نقدر ان احنا نقللها برده ونقننها، ما نحرمش نفسنا من حاجه، لكن في نفس الوقت برده يعني نقنن الاكل عشان كمان ما ناذيش نفسنا وما ناذيش جسمنا وما نحملش عليه زياده، ده غير اصلا حمل الحر اللي بيبقى موجود عليه. ونعرف ان احنا نختار، يعني احنا في الصيف برضو بيبقى فيه خروجات كتيره، فنعرف ان احنا لما نقعد في ريستورنت نختار ازاي. يعني مثلا انا لو هاكل مكرونه افضل ان انا اكلها بالصوص الاحمر عن الصوص الابيض مبدئيا كده، مش هحط البريد باسكت، يعني ابعد زي ما حضرتك قلت، يعني ابعد عن التمتيشنز على المصنعه بالظبط، والحاجات اللي كومبليكيتد يعني في تركيبها فيها كريمه وفيها حاجات صحيح. كتيره هتحررني اكتر. يا دكتور احنا عاوزين نعمل حاجه برنامج لوحده مش حلقه، يعني فقره لوحدها مش كفايه تحديدا مع الصيف واكل الصيف، بس يعني للاسف وقتنا خلص بسرعه، يعني وكنا مستمتعين جدا مع وجود حضرتك يعني المعلومات الكبيره اللي حضرتك قلتيها لنا. دكتوره هبه انور خبيره التغذيه العلاجيه، بنشكر حضرتك فادي معنا وجودك معنا في صباح الخير. ميرسي جدا، وما تنسوش شرب المي اهم حاجه. اكيد بنشكرك يا دكتور. ميرسي جدا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم النهارده على مدار 3 ساعات، ان شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم بكره في نفس الميعاد. صباح الخير والسعاده عليكم جميعا، صباح الخير يا مصر.